برعاية كونفيرتي 23 سنة عنا تو ما شاء الله سبع سنوات في الدومين من عام 2017 و 23 سنة كنت مثلا بديت فيه 5000 دولار وصلت 7000 دولار نلقاك في الموتور دو ريشيرش لامبرجيني برايس <تصفيق> <تصفيق> بالله اي انسان يرد باله راي حاجه اختراع على أكل الربح السريع هذاك راهو خايب شنو تقول للعباد اللي تقول لك تداول قمار؟ ولا قمار هو ما هما حاجتين يتقال تراي اصعب حاجه لي انك تكون انسان كونسيستون وصلت كونسيستون دونك مبروك عليك اليوم اسامه فول تايم تريدر فول تايم تريدر بالضبط بالحق ردوا بالكم انا نعرف ما همش مش يردوا بالهم مش يجربوا معناها اماني قلت <applause> ردوا بالكم وكا جمعتين ثلاثه جمعات يا ودي ما نحكي لكش احلام كما قلت لك بكري لامبرجيني دياركو بقى الجمعه الرابعه يا هلا ولا وين ماشي؟ يرجع باي جات عليك محسوب الحكايه هذه وقتها وقتها يبدا بالرسم اول العرس نتاع دومين صبر واختنين فرص مخك قال لك في 5000 دولار وصلت تطورك ال 1000 دولار زعما ومخ تونسي ماكش تلقى زعما كيفاش تخرجهم شنو راس المال اللي تنجم <كتصفيق> به؟ <applause> اللي تنصح انه تبدا به؟ انا بالحق اكثر سؤال كنت نساله لعباد تعرفت عليها لبرا قولهم لهم نقول مش كيفاش ربحت شنو السبب اللي خلاك تخسر وحكينا بكري في الاوف على اهم عامل في التداول في التريدينج أيوة. <applause> في الدنيا في الكوكب في الدومين الجميل جدا هذا اللي هو <applause> ايوينكم مرحبا بكم في البودكاست اللي موتيفيكم فما منه فما منه في كل حلقه نحلولكم باب من بيبان الديجيتال باب من بيبان الفلوس فرقوا رومينا مع اكسبير ولا مجرب يجي حذانا بيشحل لكم عينيكم وينسبيريكم على فما منه بودكاست شكون هو اللي فما منه اليوم ضيف طلبتوه برشا مرات في مجال التداول الحلقة الثالثة عنا في فما منه بودكاست في مجال التداول في تداول العملات الأجنبية الفوركس تريدينج فرحان برشا اليوم معايا أسامة اللي طلبتوه أسامة مرحبا الله يخليك خالد مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي اللي تسمع فينا الكل وشكر بالحق خاص للعباد اللي ريكومنديتنا واللي بعثت لي معنا ميساجات يا وسامة اطلع واحكي لنا خنفركوا الرمانة اطلع وقلنا شنو هو التداول اطلع وقلنا تداول في سوق الفوركس شنو هو خلينا نفركوا الرمانة ونفهموا الحكاية كيفاش تمشي وعلاش تمشي وعلاش يلزمها تمشي من نواحي الكل دونك اليوم حاضر اكيد وسامة باش نفيد العباد بطبيع. بطبيعة حاضر من نواحي الكل وان شاء الله نفيدوهم باحسن ما باحسن ما يمكن باهي برشا قرب ميكروفون قرب الفم يحب القرب هو مريق هكا يكون يكون مرتاح وخلي هو خليه معك معك آه هكا سافا جو كبير اوكي نحب نعرف شكون اسامه باهي اسامه رمضاني من ولايه القيروان تحديدا 23 سنه عنا تو ما شاء الله سبع سنوات في الدومين من عام 2017 و yeah. 23 20 سنه <تصرف> اي اوكي مفاجاه في بالي اكبر ما فما حتى مشكل اللي هو بالعكس حاجه حاجه به على الاخر انه التداول ما عندوش عمر اي انسان معناها واعي ويعرف خاصه في المجال توا حاليا انه وراه احسن حاجه تنجم تعملها اللي هو الاستثمار في الانترنت معناها انك عندك انترنت عندك تليفون فمش علاش انستغرام وستوريات وكذا اوكي هذاك مرحله ترفيهيه ما عندنا حتى مشكل لكن زاد علاش تبقى يا بابا اعطيني دينار يا امي اعطيني الفين يا بابا اعطيني حق قهوه كذا والكل دونك فمش علاش انك تستثمر في وقت وقتك وتستثمر في روحك باش تبني برشا حاجات ومن ومن الحاجات ومن اللي مش نشوفوهم اليوم اللي هو سوق التداول اللي هو التداول في سوق الفوركس تحديدا مش نحكيو عليه اللي هي خلينا نقولوا بالعربي الخدمه في البورصه بورصه العملات الاجنبيه بورصه العملات الاجنبيه بالضبط كيف uh, كيفاش دخلت العالم التداول والله وقتاش تدخل دخلت ديجا سبع سنين خمس <applause> سنين <تاني دجا. تصفيق> بالضبط دخلت في قاعده نتاع قهوه به كيفاش قاعدين هكا جروب نتاع قهوه ريكشين نحكي وكذا وكل نسمع في عباد تحكي شيفروات انا عملت شيفر تيل تيل انا عملت كذا حب التلاع واحد قاعد في قهوه يشرب في غازوزا فانتا اي سالتهم بليش شنو اللي تحكيوا فيه معنى نسمع في طلوع وهبوط بيوع وشراء وهما بالتليفونات معنى فهمتني شنو هذا قالوا لي كي تكبر تو تعرف اي اوكي معناها اعطيني كي تكبر تو تعرف الشيء هذا مازال مش نتاعك دونك توا كبرت وعرفت برشا حاجات و عمرك 16 وقتها اي 16 15 وشويه زون كيما هكاك دونك توا كبرت وعرفت برشا حاجات و... والحاجه الباهيه دونك ما... ما هيش شماته ما دخلوش بحساب شماته الاشخاص هذوما دونك خرجوا عليهم الدومين خاطر فلسوا اونتر بارونتيز ما عرفوش كيفاش يدخلوا له بطريقه صحيحه خذوا افكار غلطة اوكي عملوا فلوس عملوا شيفروات لكن في الاخر دونك ما لقاوش اثنين صحيحه باش يكملوا وسمعت عليهم مؤخرا اللي هما خرجوا معنا من الدومين ومبلغهم تحياتي. في القهوة وقت عرفت جوست الكلمة؟ عرفت الكلمة ومن الكلمة بديت أه ما نكذبش عليك أه دونك أه خسرت برشا ما نحكيش خسرت برشا فلوس لا خسرت برشا وقت وبرشا وقت ضيعت برشا وقت أه شنو هو الاخر خسرت زاد في كوتي معناها قرايه شوي دونك خسرت معناها وقت قرايه نورمالمون عباد تقرا انا ليه دونك شاد تريد شنو هذا كيفاش هذا يوتيوب خذيته كسورس باش نتعلم منه في الاخر اكتشفت اللي هو اعطاني 50% غلط دونك برشا خاطر ريت عباد تروج للفورماسيون نتاعها عباد تروج الكورسز نتاعها وماهيش تعطي فيك في صلب الموضوع في حين فهم برشا عباد دونك سوا سوا مغاربه لبرا جزيريه دونك بالحق معناه قاعدين يقدموا في حاجه انك تستفاد منها واهم حاجه لقيتها هي انك تقرا الكتب وتقرا لي زارتيكل اللي عندهم علاقه بالتداول شنو هي الكتب مثلا مثلا فما احسن احسن كتاب اللي هو خلاني معناه نبدل المايند سيت نتاعي وكل شيء مثلا اللي هو نتصور بازرك تعرف وانتي ريتش داد بوردا دا بور بالحق معناها قريته برشا مرات ومن ومن الحاجات اللي خلاوني معناها نبدل المايند سيت نتاعي هو الكتاب هذا فما كتاب اخر اللي هو اسمه معناه عامله عملوا جي بي مورغان كتاب ارتيكل اللي هي بنكة معروفه خارجه زاد كيف كيف بالرسمي كتاب واو على الاخر وننصح برشا عباد باش تقرا باش تقرا ريتش ديت بور تحكي برشا في تحس تحسه هو الدستور نتاع رياده الاعمال في العالم بالضبط تبدا به بالضبط صحيح يعطيك المايند سيت يعني يبدل لك المايند سيت من عقليه كذا العقلية كذا باش تبدا انت في, في الدومين هذا وحقيقه الامر معناه كنت معناه كل واحد في شخصيته مخبي حاجات ما no, امبوسيبل مخبي حاجات راني أنا عرش انا نخاف بك نشوف الـ الحيوان كذا لكن بعد كي تتحط في كونديسيون تاع تريد راك مش تشوف برشا حقائق برشا حقائق مش تظهر مش تظهر الظهر اللي انت خواف تظهر اللي انت طماع من خلالك التشارت ومن خلالك التحركات هذيك راي مش تظهر برشا حاجات واي انسان بالحق نصيحه اي انسان خليه قبل ما يدخل الدومين يكون صريح مع روحه قبل ما يدخل الدومين حاب نعرف رحلة التعلم تاع أسامة كيفاش بدات في مجال التداول باهي كيف باهي نبدا دونك بدات من الأول كما قلت لك بكتب بدات بفيديوهات بدات بتعرف على أشخاص معناها ماهمش توانسة دونك من برا دخلوني في دي جروب ديسكورد دخلوني في دي جروب ميسانجر دخلوني معناها في دي كونفيرونس تفرجت على دي كونفيرونس نتاع ستة سوايع خمسة سوايع وأنت تتفرج دونك بشوي بشوي لكن الحاجه اللي تعلمتها واللي ننصح بها خذيت برشا معلومات لكن ما طبقتهمش كوم الفو لا نتعلم من عند خالد كذا نتعلم من عند اكس كذا نتعلم من عند جري كذا لكن في الاخر نحاول نلمهم الكل مع بعضهم ونطلع حاجه خاصه بوسام هذه هي الحاجه اللي خلتني نستمر في التداول نلقى في الاخر النتيجه وفما وفما حاجه خرجت منها معناها في الرحله ذي اللي هي كلمه مشتاجبك على الاخر في في تداول في سوق الفوركس التاريخ يعود لنفسه خاطر هي باترنز تتعاود فوالا صحيت بالضبط السوفي هي بيزر في الاخر طلعتها وين بالضبط دونك راك باش تلقى ريزولتا ونتحدى اي شخص نتحدى اي شخص السوفي فهمها الطريقه كيفاش تمشي فهمها الطريقه كيفاش تخدم قول له مبروك عليك حكيت اسامه ديجا انه في باركو في رحله التعلم دجال لقيت بارشة دي سورس غلطين صحيح غلطوك غلطوني دونك اه كيفاش تنصح العباد باش ما تمشيش للسورس هذيك؟ شنو تبع شنو مثلا شنو هي اول حاجات لازمني نشوفها باش نتعلم تريد؟ باهي من الراي من معناها انا حسب معناها من الحاجات اللي تعلمتهم انها تقرا مثلا بار اكزومبل نتصور كي تفرجوا على الحلقات اللي فاتوا في فما منه نتصور فهموا ش معناها تراند فهموا معناها مقاومه دعم فهموا حاجات كلمات الكلمه ذيك حاول تلوج عليها في ارتيكل مش في فيديو اوكي نعرف توا تقدم وكذا اما حاول لوج على في ارتيكل حاول لوج عليها في في كتاب اقرا الكتاب هذاك مش يطلعوا لك برشا معناها كتب وبرشا حاجة حاول اقرا الكتاب هذاك وبعد ما يسالش لوج على فيديو خاطر معناها خلينا نقولوا 99% امبوسيبل تلقى كتاب فيه معلومه غلط اوكي معناها معلومه ديفلوبي بعد نمشي معك اما معلومه غلطه راهي امبوسيبل الحق معناها فهمت يعني ابدا بديزارتيكل ابدا بكتب ديز اكسبير قبل وبعد امشي تفرج على فيديو تفهم حتى مشكل وكي تتفرج على فيديوهات ما تاخذهاش مسلم معلومه خذيتها اسال عليها شرش عليها جوجل عليها مش تتعب من الأول وانت تلوج هاني هي صحيحه وانا هي غلطه وفي الاخر مبروك عليك نتصور نتصور الناس كل تمر بها المرحله هذه في في التريدينغ من الأول انك <applause> تبدا تشوف الشارت شنو اي بالضبط حسيتها من الأول صعيبه <تصفيق> و... <تصفيق> <تصفيق> نشكر سبونسور نتاعنا في البودكاست كونفيرتي الحل اللي يسهلك انشاء متجر الكتروني لبروجي الايكوميرس متاعك خلال دقائق، ويوفر لك زيادة داشبورد وابليكاسيون موبيل اللي يربحوك برشا وقت، برشا مجهود ضايع، وبرشا فلوس. الكلام هذايا نحكي فيها عن تجربة شخصية وعن تجربة برشا ناس. كونفرتي دوت شوب، موجود في الديسكريبسيون وفي أول كومنتير. وتوا نرجع للابيزود. حسيتها برشا من اللول و... ونعطيك أحسن حاجة باش حبيت. اكثر زوز الوان يعجبوني هما لورونجي والنوار دونك بدلت التشارت نتاعي اورونجي ونوار قلت له يا تحكي انا اورونجي وانا نوار سبحان الله انا كره نوار نرتاح دونك شعملت عملت انا من داخل معناها حطيت حاجه قدامي انا كره شيخ عليه دونك وليت الراء تشارت زوز الوان انا نحبهم دونك ما دامي مش نعمل في حاجه نحبها وزيد التريد حاجه نحبه زوز حاجات نحبه دونك نعمل نعملوا انا جو لهنا ايش عملت اوتوماتيك مو ركبت المخي اللي راني قاعد نعمل في جو قاعد نعمل في جو بعد مش يعطيني ريزلتا مانيش لاني قاعد اركب له راهو فما تشارت فما طلوع فما كذي قاعد يراه فيهم زوز الوانهم لا لو انا انت بعد مش كيفاش مش ما هذيك مهمتك انت ولا خاطر الناس تاع هو معروف التريد بالاخضر والاحمر صحيح الاخضر كي تطلع الاحمر كي تهبط مش بالضروره معناه حاجه عاديه انا نحب الاحمر لح... اورونجي ونوار ونوار الاخضر معناها حد ما يحكم فيا تصارت نتاعي وانا نخدم وحدي معناه فهمت علاش تنجم تقول لي باهي وسام آه اي نعرفوها الحاجه ذي وقتاش الانسان يشيخ في راسه كي يعمل حاجه يحب كي يعمل حاجه يحبها كذا يبدا يضحك وتطلع له دوبامين الراس وكذا الكل خذها بالمانيرة هذيك وتفكرني بعد احكي لنا الاول تريد في في حياتك اول تريد اللي هو دخلت في مجال فوركس ديريكت أه لا جربتك معناها شويه مجال عملة الرقميه الكريبتو صحيح لكن كي جربت ونلقى فيه ربح برشا ربح مشكله ما تركبش معناها هذه تدخل منا تربح منا الحقيقه معناها ما مشيت نشرشي شنو هو معناها صحيت معناها فما فما ان في الحكايه فما دونك مشيت نشرشي نلقى اوكي راك اسامه ماشي في طريق راه فما ربح وكذا لكن راك قاعد مثلا تخدم على حاجات بعض العملات اللي ماهيش موجوده منها دونك قاعد تخدم مثلا على نجي نشوف بروجي اليوم عنده شهر بار يخدم بعد ما تلقاش تجي تلقى ديزارتيكل تلقى راه سيد الفلاني خسر 1000 ميل و ميل مليون دو دولار في في عمله بار اكزومبل هذوما الحاجات اللي انا قريتهم تلقاها تشل فمش كون مات فمش كون كذا يا اخي حاجات هذوما انا قريته ما نعرفش فهمتني دونك شنو شنو السبب اللي خليني نتحول من يعني من العملات الرقميه للعملات الاجنبيه اللي هو خلينا نقولوا الوضعيه نتاع كل حاجه اش معناه نجي نشوف انا الدولار باريكزومبل الدولار عملة أجنبية قارة عالمية تسأل نسأل حتى ما مادي وتقول لي دولار يستعملوا فيه في, في الأمريكان فهمتني؟ دونك في كان تجي تقول لها عليك يا ولد كذا وكذا فهمتني؟ دونك معناها فما معناها كيما نقول نحن فما فرق ما بين هكا وهكا فهمتني؟ دونك الشيء اللي خلاني وبشوي بشوي وليت نقتنع اللي معناها الكريبتو مع احترامي احترامي لكل شخص يكتب يخدم سامحني كريبتو ومع احتراماتي الكبيرة لكل شخص معني يدول في سوق العملات الرقمية وأي شخص يخدم ربي معاه وربي يعونه وإن شاء الله يكون في العون، أنا خصيصا رأيي الشخصي تداول العملات الرقمية لا مجال إليه. هو فما بروجيات صحيحه في الكريبتو فما بروجيات صحيحه وفما صحيح وفهمه وفهمه واخر مره فما ارتيكل اللي هي معناها قاعد يداول برشا اللي يحبوا معناها التعاملات واللي بالكريبتو ونعرفوا اللي فما توا بلوك تشين ونعرفوا اللي وصلت حتى ويب 3 اللي هو بازي على البلوك تشين واكثريه التعاملات ولت بازي على البلوك تشين دونك هذا الكل نعرف وهذا الكل بعيبي لكن رايي الشخصي قولي لي ليه معناها فهمت يقول لي التداول في سوق العملات الاجنبيه اللي هو الفوركس هذاك الساس والباز نتاع اي حاجه. يس yes. جوست للناس اللي تسمع فينا البلوك تشين اللي هو ايكو سيستيم ديسونتراليزي بالضبط لا مركزي بمعنى انك تحول فلوس مثلا في سيستيم سنتراليزي اللي هو كيما البنوك باش فلوس لازم تتعدى على البنك ومن بعد توصل لاسامه. صحيح. في البلوك تشين نعدي من المحفظه نتاعي للمحفظه نتاع اسامه ديريكت بالضبط. تتعدى لحتى وسيط. هذاك علاش ال... ياسر سريعه ويسر بسيطه العمليه صحيح وسيكوريزي اهم وال... حاجه الفيز نتاعها والفيز نتاعها هل... رخيصه على الاخر بالضبط وسيكوريزي اهم حاجه بالضبط بالضبط سو يا فما بروجيت باهي في الكريبتو فما بروجيت اما جوست المشكله في الكريبتو اللي هو مارشي فولاتيل برشا بالضبط فيه برشا حركه برشا حركه فيه برشا طلوع فيه برشا هبوط دونك فيه برشا ربح وبرشا خساره صحيح بالضبط اللي هو تنجم ما تشوفهاش برشا في في سوق الفوركس الفوركس بالحق اللي هي عملات دول ما تنجمش تفيق نهار تلقى عمله دوله طاحت 100% صحيح ولا طاحت تكون... حتى 50% صحيح ما حتى 10% ما حتى حتى صحيح معناها كل كل تحرك بحسابه معناها كل تحرك عنده علاش تحرك هكاك فهمت مثلا بار تجي تشوف انت بار اكزومبل اورو يو اس دي اليوم التداول يعني اورو بالنسبه للـ USD دي تشوف اليوم طاح تجي نقول لك تقول لي اسامه علاش طاح كيما لك نقول لك راهو خاطر صار وصار وصار وراهو فما خبر كذا وكذا وكذا راهو مثلا كي عملنا التحليل للعمله ذيك دونك راهو تعطينا كونفيرماسيون هكا وهكا دونك نفسر لك علاش اما تجي تقول لي انت شخص اكس هبط في في سوشيال ميديا كذا وكذا دونك سوق الكريبتو هبط ولا عمله من الكريبتو هبت. دونك فهمتني دونك هذا هذا علاش اللي خليني مشبث اكثر ونحب اكثر دومين التداول في سوق الفوركس وخاصه صديقتي العزيزه قدم تحيه التداول على الذهب الجولد هذا اكثر بير تريدي. اكثر بير اللي عديت فيه تقريبا عامين ونص تداول على الذهب والحقيقه ما ننصحش انكم تبداوا به من الاول خاطر غدار ما يعطيكش صحيح من الاول يتبعك كما نقولوا يوريك اللي انت راك فاهم يوريك اللي انت راك قاري يوريك اللي انت راك نجم تربح يوريك اللي انت كينج نتاع تريد <applause> فهمتني اما في الاخر آه عادي جدا في سباحه وليله تلقى روحك ما, ما عندك شيء <applause> وكما اللي صار معناها فزيت في السباحه وليله ما لقى عندي شيء معناها خسرت خسرت الرأسمال مال اللي, اللي لميته الكل لهذاك ما فما فما دونك في الاخر خسرت ما لقحت شيء شنو تقول للعباد اللي تقول لك تداول قمار؟ تداول القمار هو ما هما حاجتين يتقالوا تداول القمار والتداول الحرام ولا حلال خلينا نبدأ بالتداول القمار بيه. تداول القمار انت مش تعمل انت مش تدخل تتعلم تقرا عندك كورب مش تحلل الكورب هذاك عندك حاجات مش تقراهم عندك حاجات مش تبني عليهم عندك استراتيجيه عمل خاصه انت مش تبنيها ولا قريتها ولا تيل وتيل ومش تطبقها في الاخر كي مش طبقها دونك مش طبقها على حاجه مش تعطيك ريزولتا يا اما ربح يا اما خسار معناها واضح بي. كي نقولوا نحن تو التداول احلال ولا حرام اللي هو موضوع كبير ما نجمش ما نجموش معناه نحكيوا فيه على خاطر يرتبط برشا بالدين وانا انسان متداول ولست رجل دين معناه فهمتني دونك معناها النجم حتى في حلقه اخرى ان شاء الله نحكيوا فيها وكذا وكل لكن هو راو معناها فيه جانب حرام وفيه جانب حلال واضح وين الحرام وين الحلال به الحرام نبسط المعلومه الاقصى ما يمكن مهم على صحيح. بالضبط التداول باستعمال السواب نسهل المعلومه واللي يحب يشرشي ويعرف اكثر يدخل يشرش معنا سواب اللي هو خلينا نقولوا الربا يعني تاخذ كونت فيه فلوس واضح الفلوس هذيك دونك تخدم بها واضح كي تخدم بها الفلوس هذيك بعد ترجع كوميسيون كيما كيما ناخذ اكزومبل قرض من البنك دونك ما نعرفش تاخذ 100 مليون ترجع 120 مليون دونك في الاخر شنو هذاك ريبي وريبي نعرفوا في الشارع شنو حلال ولا حرام حرام واضح التداول دونك ما غير سواب كيما ما شاء الله تو عندنا برشا شركاء وساطة اللي هما ما يعرف بروكر دونك يقدمونا في الخدمه ذي ما غير سواب واللي هي خدمه دونك حلال. حلال صحيح دونك فلوسك انت تصبها انت تخرجها من جيبك وانت تصبها وانت تخدم به انت الانسان مسؤول على ربحك وانت الانسان مسؤول على خسارتك دونك عندي ألف دولار نتعلم كيفاش نخدم بها ومش نتعلم مش كيفاش نربح حباب نتعلم كيفاش نقلل الخسارة هذه لول ونتعلم كيفاش نحافظ على ألف دولار في بيريود كبير معناه يتعدى شهر وأنا عندي كان ألف دولار اللي هو هذاك الصعيب في في الدومين اللي هو اهم حاجه نتصور في التداول اللي هو ستوب لوس اه اي اللي هو وقف الخساره الخسار. اللي هو مع الاسف فما برشا عباد تقول كان ما بوقف الخساره وفهم برشا عباد تقول لك راه وقف الخساره لازم وفما واللي هو برشا اراء دونك تختلف لأ انا ببساطه حكايه بسيطه على الاخر به انت وقف الخساره اما خير لك تسالك سوي اما خير لك تخسر مئة الف ولا مئتين الف مئة الف بطبيع هاو عندك ليميت باش تحط مئة الف علاش علاش ماشي علاش مخليها تكمل مئتين الف اسكو لهنا انت حسب حسب ما هكا منظورك البسيطه واجب اني نحط ليميت لخسارتي ولا؟ واجب، دونك من المستحسن، وأي انسان بالله معناها يزيد يشرشي على المعلومة ويزيد يعرف، ومنصيحتي ليكم ديما حاول اخدم بوقف الخسارة نتاعك، بستوب لوس نتاعك، خليه محترم خاطر هو اللي بعد يبعد يمثلك عامل كبير في البسيكولوجي نتاعك، اسكو انت مش تكمل في الدومين هذا ولا ماكش مش تكمل؟ ويخليك تواصل في التداول اللي جا صحيح حكيتها في الحلقات اللي فاتوا يخليك تواصل في المجال هذا ولا ما يخليكش تواصل؟ معناها انا يساعدني بيرسونيلمون نخسر خمسة ايام في الاسبوع 30 دولار ولا في نهار نخسر فلوس الكل. مازال عندي شونس باش نكور الجمعه الجاي علاش في نهار فهمت دونك بالله اي انسان يرد باله راي حاجه اختير على الاخر. الربح السريع هذاك راهو خايب راكم تنجموا في نهار كونت تقنفل تطير وتولي يا تحلم وكذا والكل وحاجه اخرى واهم اخرى اللي هي اه وكهو اللي هي شناي <applause> العباد اللي تخدم بالكونت ديمو بالحساب التجريبي بجاه ربي نعرف صعيب خذوها على اساس حساب حقيقي تعامل مع على حساب حقيقي ماكش جمعه كامله تخدم وتلقى في بروفيت كنت مثلا بديت فيه 5000 دولار وصلته 7000 دولار نلقاك في الموتور دو ريشيرش لامبرجيني برايس فواياج <applause> الهواي برايس لو <applause> جاي ضايف معناها شويه لوجيك شوي راهي بالحق راهي تختلف مش كيما الخدمه في الديمو مش كيما الخدمه في الريال والله نعرف عباد يا غلط والله تخدم في الديمو وصلت تبكي خاطر خسرت 10 دولارات في الديمو لكن شوفها بعد في الريال اه نقول لك هاو هذا حق يعني يراه حاجه به ليك انت انك تاخذ الديمو نتاعك الديمو نتاعك تاخذه اون ريال نعرف صعيبه نعرف ما يمشي مريق لما نقول اما راي حاجه به بالحق حاجه به وتعاون خلينا نقول 50% في البسيكولوجي نتاعك حكينا على ستوب على وقف الخساره بالضبط شنو الاستراتيجيه تبعة اللي تبعها باش تعمل ستوب لوس نتاعك كيفاش به آه انا ديما نهرب بحكايه البورسونتاج علاش على خاطر فما برشا عباد من خاطر انا توحات روحي اكزومبل ما يعرف حد شيء دونك معناها جوست عندي هكا حاجه دي ما حاول احسبها بعدد البيبات اللي هي اليونيتي نعرفوها نتاع يعني اللي هي شنين؟ البيب اللي هي عدد البيبس دونك اللي هي باش تخليك تعرف قديش انت مثلا في في العمله هذيك قديش انا مش نربح من بيب ولا قديش مش نخسر من بيب واضح باهي تقول لي انت وسام باهي مثلا انا حطيت توا في اللورو دي راني مش نربح باريكزوم 100 بيب عندي 100 بيب بروفيت اللي هي قيمتها قديش؟ قيمتها أنت تحددها لهنا اللي هو الفوليوم اللي تدخل به اللي هو كي نجي أنا نحل في في صفقة دونك نحدد 01 02 03 05 0.0.1 0.0.2 دونك احنا 01 لو معناتها صحيح اللي هو اللو مش... 1 قداش قيمته الواحد شنو الواحد شنو؟ ايه. لو. اللو اللو انت انت مش تحددها قيمه يا 1 دولار يا 2 دو دولار يا 3 دولار انت والقيمه نتاعك معناها فهمت مثلا 0.01 هي تمثل 10 سنت فوالا فهمت هذاك 0.01 هي تمثل 10 سنت وهكذا تكمل واضح حاجة اخرى ها انا نعطيكم حاجه باهي على الاخر ماك مادام ما زلت من الاول احسن روحك حط روحك ما بين الانترفال 001 009 علاش على خاطر هذاك مش يسنسك بربح قليل لكن دائم مش يخليك كما نقولوا نحنا ما تراش صفقه 100 دولار بروفيت و200 دولار بروفيت وتصل فيك الاحلام الو امي بالله وقتاش مش نعرس اه سي عملت فلوس وكذا لا يخليك انسان مريقل ترا في 20 دولار 15 دولار 30 دولار اوكي يتعدي ومريقلين ابدا بهذوك اقنع مخك اللي راك قادر تواصل بالمانيار هذيك ولا تقنعه من اللول اللي راك انت ملي كنت ما عندكش خمسين ألف يجيبك وليت تعم تشوف فلوس كذا والكل أه ميتين دولار والحاجة الخايب أن كرا ميتين دولار ما شاء الله علينا نحن ميتين دولار في التروا تك تك أو سبعمية ألف برشا فلوس ستمية ألف برشا فلوس لثمية ألف برشا فلوس يعمل كونفرت أوتوماتيك للفلوس اللي قاعد يرافع هذاك علاش يراها برش هذاك علاش تلقى برش عباد خايفة تبدا خادمه كل شيء صحيح وتخاف باش او وصلت هي راهي خاطبه كل شيء حتى البروفيت نتاع الساخة 100 دولار بار اكزومبل تلقاه عملت 10 دولارات وسكرت وانت وهو سيدي ديجا عارف اللي راهي مش توصل بعد ها وسام وصلت وما اخترتش يجيك لحظات الندم ويدخل في ديبريسيون وكذا والكل فهمتني دونك ماذا بك حط حط بلون يا اخوي رجع لي إيه؟ ستوب لوس ستوب لوس قديش ستو تحطه مثلا قلت لي بالبيبس ماك انت انت والصفقه اللي مش تدخل فيها قداش تحط باش كي باش تربح ما قداش تك... من بيب باش تريسكي بها باش تربح قداش من بيب دي ديما ننصح ديما ننصح ماك من انا ديما ناخذ توا من الاول ديما اخدم اش معنى اه يعني قد ربحك قد خسارتك 50 بيبس تيك بروفيت 50 بيبس ستوب كي نجو نعملوهم في الأندولار دولار مثلا شحال ساقوا في الان دولار يكيب نجم معناتها ريسك 2% باش نربح 2% صحيت بالضبط نخرج نول ولا نخرج خاسر يساعدني نخرج نول انا عندي شونس بعد ولا نخرج خاسر نخرج نول مخي اوتوماتيك مش يقول لي وسيم صفقة صفقة اللي بعدها راك راك معناها فما فما بورسنتاج انك مش تربح فهمتني لكن نخرج خاسر مش يهبط عليك الهم الكل اها آه والا مش تنتقم على البري تو مش نربح يضرب في الدوبل في الثلاثة في الأربعة هاي طالعة هاي هابط قولش عليه فما واحد وراه يسمع فيه هو يقول طالعة هي تهبط هو ليه؟ مخه قاعد يركب له في خايب دي. الروح الانتقامية في <applause> تريدنج خايب <applause> على الأخر ما عندك حتى فكرة انك تحب تريفانجي خسارة معناتها أخي بحاجة أخي بحاجة خسارة ما عندك ما عادش نجم تحكم في روحك صحيح تنفس عامل قهوة بالضبط وقت تحس هذاك والله ديما نصيحة هذه دي ديما نقول به أنت داخل للدومين به عندك أوبجيكتيف باهي قول انا مثلا من الدومين هذا نحب نحل بروجي بار اكزومبل نحب نحل ما نعرفش أنا, انا استوديو به الاستوديو هذا بالماتريال نتاعو بكل شيء قداش يتكلف؟ نقولوا مثلا يتكلف لي 50 مليون بار اكزومبل 50 مليون انا قداش ايكيفالون هما بالدولار؟ تقريبا 15000 دولار باهي 15000 دولار ايجا انا نحب, نحب نحب نحط معناها تحدي مع روحي نحب في عام نحل البروجي نتاعي. اش معناها؟ معناها انا مش مش نعمل 15000 على 12 شهر. باهي كي نعمل 15000 على 12 شهر باش تطلع لي فالور باهي الفالور هذاك دونك باش على باش قد... مش على 20 دونك اللي هو مش يطلع لي فالور صغير على الاخر 20 اللي هما ايامات التداول ايامات التداول علاش على خاطر انا في الاسبوع عندي خمسه ايام تداول في الشهر عندي 20 يوم تداول مارشي الفوركس في بي ويكاند ما يخدموش ما يخدموش سكر البورصه سكر البورصه تمشي تفرط تعمل قهوه وتروح على روحك واضح به أه... قلنا مش تقسمك الفالور اللي لقيته على 20 يوم مش تلقى روحك انترفا بتاع 50 دولار 30 دولار في النهار هي تقول لي هاي سيال او ما نجم انا في عام نوصل نحل بروجي ونحقق حلم بيه سي اوكي سهله سي اما اسكت نظريه صحيح اما إسكت تنجم تواصل عليه تنجم تقبل مخك اللي اللي كل يوم نكتفي كان ب 50 دولار تنجم انا نقول لك من الصعيبه صعيبه, صعيبة برشا وحتى بعد وصعيب بالحق يا خالد صعيبه اصعب حاجه في التداول اللي هي الربح الدائم مش معنى يعني نكتفي بالربح اللي انا حاطه نكتفي بالحاجه هذيك وكهو بالحق هذيك اصعب اصعب حاجه تنجم تقول لي كيفاش صعيب هون نجم مثلا انا اليوم نعمل 100 دولار هاو ربح نتاع نهارين هذا ليه 50 كل يوم <تصفيق> <تصفيق> كل يوم خمسه نتحديك انا يا اخويا كل يوم اعمل لي خمسه عملته الشهر الاول شابوليك ليك اعمله الشهر الثاني شابوليك شهر الشهر الثالث وقتها نصفق لك بالحق نصفق لك على خاطر انت تو دخلت في انسان انك صيفت تروا موا دونك بعدك ثلاثة شهور هذوكم راهو فما امكانيه انك راك انت باش تواصل على نفس المنوال تواصل على نفس نفس الطريق فوالا هو ديسيبلين خلقتها دجا ديسيبلين صحيت بالضبط دونك خلقت الديسيبلين هذيك دونك وفيه دونك انت راك مواصل في طريقك للنجاح هذاك خاطر علاش حبينا ساعات ساعات نعطيهم حق معناها العباد علاش راهو عندكش فكره معناها في ال... 24 ساعه تدور في سوق الفوركس قديش يجري في كميه نتاع فلوس تريليونز اوف دولارز 6 67 تريليون دولار هذا معناها يوميا 24 ساعه اضربهم في في الخمس اضربهم في العشرين شوف في العام قد ايش تلقى برش برشا 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 فلوس خويا اعطيني شويه يدي شوي بوربوار كما نقول شوي بوربوار لكن نوصل به خير ما النهار اليوم نعمل ألف دولار وغدوه نهز يدي الرب شنو راس المال اللي تنجم به؟ اللي تنصح انه تبدا به؟ اللي ننصح به ننصح ديما ما بين ال 500 دولار وال 1000 دولار باش تلقى ريزولتا اللي انت خدمت عليها اللي انت تعبت عليها ولا اللي انت تعلمت به به تقول له ما عنديش انا 500 دولار دونك باش تبدا ما بين ال 100 دولار وال 500 دولار الانترفال هذاك ال 100 دولار وال 500 دولار دونك اخدم سيف 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 اكثر من اللازم لازمها برشا نفس بارشا نفس سيرتو كي تدخل مونتون صغير برشا ما عندكش فكره راك كنت تخد... تخدم في كونت ديمو قيمته 1000 دولار ترى في بروفيت مثلا 100 دولار 30 70 آه دولار 200 دولار واضح به في... تصور تخدم على كونت 100 دولار اش باش ترى زوز دولارات ثلاثة دولارات خمسة دولارات انا بالنسبه لي تحطي في الكونديسيون ذي عادي ما والله لا قلقني جمل تحط انسان اخر شيك تاب بكله شمعني انا هكا نعمل فيه وهكا انا يا فلوسك ما فهمتني دونك راني معني كي مشتاق اخدم اوكي ما عندكش انت ماوش بمقدورك اوكي لكن نخدم سيف نخدم بشوي ما تزربش انت تتعلم بيه الموطن صغير شنو تتعلم بيه تعلم بيه تبدا بمطون صغير تتعلم ماو بيه ما هو هذه هي الكارثه خويا انا عاجني انسان قال لي اسامه عندي كان 300 دولار ذوكم الكسيب قولوا برشا تعلم بيهم واللي بعد هو ديجا دي يقول لك don't risk what you كانت afford to lose ما تريسكيش بحاجه ما تنجمش تخسرها صحيح بالضبط حط فلوس بالضبط. احسب روحك باش تخسرها يجي انت يغلبك بالكلمه ذي شنو تقول له انت؟ دونك امشي تعلم في كونت الديمو نولي شو نقول له معناه 300 دولار حطهم في كونت ديمو اخدم بها على مدار ثلاثة شهور شوف روحك كذا والكل قداش توصل وبعد ارجع الكونت معناه الكونتري مش باش تلقاه صعيب راه مش تقال كي برشا راي مك... دونك اما او تاخذ فيزيون شنو ينجم يصير كيس خاطر مش نفس الديمو مش نفس صحيح. الادرينالين اللي باش يطلع انك حطيت فلوسك صحيت عملت باي عملت سيل صحيت كيس حا كيس حا برشا اول مرة راهي فما ادرينالين ومش عادي كيس حا برشا. كيس حا برشا كيس وهذاك هو عنا زوز عوامل خايبين على الاخر يا خالد اللي هما الخوف والطمع في والله برشا برشا اصل فما أنديس معناها في صحيت معناها في الواحد في معناها في الدومين نتاعنا اللي هو معيار الخوف معناها يشوف نسبه المتداولين في اللحظه هذيك معناها كيفاش فهمتني كان كانوا يبيعوا اكثر هم خايفين كانوا مطمعين اكثر وفما فوليوم برشا نتاع بيه مثلا بار اكزومبل انا ساعات شنو نعم نحس روحي ما مش مريقل مش نطق قاعد نخدم ما مانيش متاكد برشا ما عنديش كونفيرماسيون مريقل كذا شنو نمشي نعم به نمشي للسي لانديكاتور هذا معيار الخوف نعمل له ونشوف اش عندي <applause> عندي طلوع اش قاعد نحسب كي انا لقيته طالع راني انا خايف كي لقيته هابط اه فما امريكا لقيته ماشي في الوسط جوي به النجم ندخل على الصفقه ذيك الحقيقه جربتها معناها نلقها... نلقاها نلقاها ماهيش قاعده تعطي في افاده راي على ال... اللي... قاعده ترتاح فيها نفسانيه علاش على خاطر قلت راني كي مش نلقاها طالع راني خويف وفما حاجه صايره وكذا والكل كي مش نلقاه هابط يعني جوي مريقل مش نورمال كي جيت نشوف راني يعني نخدم نخدم في نفس التحليل على على اي حاجه نخدم فيها عليه هو معناه نلقاه ي, يرجع لي بايفاد ايفاد كيفاش معناه قاعد اذا كل ما مثلا كل ما نلقاه بار في في حاله طيوح ولا في حاله طلوع مخي واحد يقول لي ليه برا امشي اعمل قهوه ما تخدمش تو مو نفس الصفقه اللي كنت نحلها في الريال نحلها في الديمو تخسر في الديمو <applause> سبحان الله تقول لي مره اثنين ثلاثه يا اخي هاني قدش من مره تمشي معناها الحاجه هذه اوكي تجي مره اثنين ما تمشيش ناس ما. اما اموا عامل باش تقلل من الخوف هذاك وراهو موش عيب راهو انك تخاف بالحق موش عيب والله لو عيب جمل لكن حاول هو ديجا فما حكمه في التريدينج ما عرفش كان توافقها ولا يقول لك خاف وقت اللي الناس طامعه واطمع وقت اللي الناس خايف. بي فيرفول when اذرز ار جريدي اند بي جريدي when اذرز ار fearful. والله انا ندعمها مع مش من الاول بعد كي تفهم كي تفهم دوكوا ساجي الدومين خاطر من الاول تصور انت انسان من اللول شخص اكس شخص اكس مش تقول له راي عندنا حاجه في التداول اسمها ضربين ستوبيت ضربين ستوبيت هذا راهم الكبارات يحبوا يخسروا العباد اه يحبوا يفكوا له فلوسي باش مش تفسر قول له لا راهو فما حاجه اسمها ضربين ستوبيت شمعناتها ضربين ستوبيت شمعنا انت ماك حليت صفقه سيل حطيت ستوب لوس نتاعك 20 بيب كيما قلنا يجوا هما آه سي خالد وسي اكس وجريج حلين برشا صفقات هايلين وكذا هاي اعمل اضرب له لوس وبعد برا كمل كذا يقول عمدا يعني شوف قديش كميه عبيد كذا والكل معناها قديش من قديش اقرب ستوب لوس لي اصل ساعات انت كي تحل تشارت تلقى هكا تك ضرب بعض هابط يا بي هاني معاني تعمل الوك هذيك الخط صحيح. صحيح هاني نلغ هو اناليزي صحيح يقول يا سام اناليزي صحيح قولوا لي كبر في التشارت يلقاها دوب ما مست له ستوب لوس وبعد تقول يا سامي يا اخي فايقين في بي لا هم همش فايقين بيك، هما فايقين بانك انت خواف في اللحظه هذيك، ما عرفتش كيفاش تقرا لها بلغه اخرى، هذاك علاش برشا عباد تمشي تقول انا ما ندخلش بستوب لوس من الاول وبعد نفيكسي ستوب لوس، هي اوكي. طريقه من الطرق فمش شكون يقول لك اسامه اما <متحدث> <متحدث> وقتها لازمك تجا تبدا على البي سي ومتبع الشر اي اي نعم نجمش تخليها وتخرج ليه ليه ها تبع وكذا بار كونتر لوس ولك... نجم تخليها وتخرج مثلا خليها وتخرج ومقتنع بالخساره ومقتنع بالربح خاطر هي شنية في الاخر عمل استراتيجي كان خطفت راني باش ناخذ التيك برافت نتاعي في كذا بالضبط كان خسرت راني باش نخسر البورسنتاج اللي ديجا قابل باش نخسرها بالضبط بالضبط خير من اني نخليها محلوله تنجم الخساره ما تقفش في الاخر بالضبط كما حكيت لك التجربه نتاعي انا وقتها ما نعملش ستوب لوس في, في الكريبتو وقتها اوكي هو دونك توا توا نستنى فيها باش ترجع اللي هي ذيك فما عامل الامل هذاك الامل الفيك على الاخر صح هاي راجعه ولا هاي هابطه لا 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 حتى ترجع اكيد لا ولا تقبل خساره صغيره باش تبقى تنجم تعوضها خير ما تزيد تكبر الخساره وتنجم ما ترجعش تبريل السوم هذاك جملة اكزاكتومون حاجه اخرى اللي هي العكس تماما تظل ماشي في بروفيت وحاطره بروفيت 50 دولار مثلا تي هاي مش تزيد شويه تولي 51 تي هاي 52 تو 53 ميم با كمل مش تولي 54 قال ضربت له ستوب لوس فلوسي مشيت وديني مشيت هذا شنو هذا عامل طمع صح اخويا هي قاعد حطيت لي متربح حطيت لي متخسر وفي الحديث كهو اخدم اللي بعده خاصة البروسيس تكون عندك ثقة في الخطة نتاعك ما ثقة شكا... ديما نقول خلي ثقتك في تحليلك خدم تحليل خ... اوكي مشي مريقل مريقل ما مشيش مريقل ما مشيش مريقل في الاخر في الاخر مازال عندك شونس باش تخدم اكثر وتعمل اكثر معناها فهمتني؟ ابروبو التحليل شنو هي الاستراتيجية اللي تعملهم باش تحل الشارت؟ باهي بالله قبل ما نتعداو النقطة هذه جوست بوان قلتها لك بكري تو اكثر نعاودها بالله يا شباب ما تصدقوش برشا إيجا نوريك استراتيجي ولا استراتيجي تدخل لك 3000 دولار تعمل لك 5000 دولار يا الولاد بجاه ربي بجاه ربي راه ما فماش حاجه كيما هاك بالحق ما فماش اش معنى استراتيجي دخلي لي 5000 دولار اعطيها لي طون باتلو تريد اعطيني تعمل لي يوميا بمانيير كونسيستون يوميا على مدار اكثر من ثلاثة شهور كما قلت لك بك 5000 دولار نبطلو كها وفيه وفيه الحديث شنو هي 5000 دولار استراتيجي دخلي. اي سي تي والكبارات ما يعطيهولكش الحاجة هذه ما يقولها لك الدجاج جملة معناها بالحق معناها حاول تكون واقعي شوية معناها شو معناها انا مش نمشي لكذا الفيديو ولا ما نعرفش انا ولا الشخص ولا مهماك باش يعطيني استراتيجية 5000 دولار ماهيش ماهيش لوجيك معناها الحكاية فهمت طبعا انا نحب نعرف اسامة كيفاش يحلل كيفاش يناليزي الشارت كيفاش ياخذ قراراته في المرشي أيوه انا اول حاجة قلت تالك بكري التاريخ يعود نفسه عندي علاقة كبيرة مع مع التاريخ عادي جدا من با حتى حتى معناها نحل وكذا حط لي معناها اي بير ونقول لك اه تف تيحل في البوان ذيك راهو طالع حل في البوان ذيك راهو هابط تقول لي سو بوان تكسبير ماشي كسبير اخوي جوست انا عندي باك جراوند على البير هذاك اللي انت من با تشوفه عندي باك جراوند كيفاش كان من 99 من 2000 من 95 من 86 كيفاش قاعد يمشي وراه قاعد يعاود في نفس السيكل حكيها وقت امين شابي في الحلقه على توقع كيفاش ماهيش ماهيش تجازة هي ولا ماهيش قمار اني توقعت اليو شتلة قمرت بضبط. عليه لا بالضبط اعطاها ليكزومبل نتاع الدودان قال لك عندنا ددان في حومتنا شيء في هبطه وقتها معهم واحد مش من الحومه اه قالوا له اسمعني فما كهرباء جايه تجري وقتها قالوا له الكهرباء هذه توري باش تعمل اكسيدون افكتيف مو عم تجي وقت جاي تجري في هبطه <applause> ودودان ما فيقتش بيه دونك كان الاناليز تاعهم بازي على تاريخ بالضبط هما شافوه الاكسيدون <applause> صار برشا مرات صحيح. في, السرعه هذيك بنفس بالضبط. العوامل هذيك بالضبط دونك نفس الحكايه في الاناليز ن... تكنيك نفس الحكايه التاريخ يعود نفسه بالحق والمشكله فيش راهي فما عباد واعيه الحاجه ذي مش عارف كيفاش تستعملها ما والتاريخ زاد تنجم تشوفه في باترنز مثلا اشكال اشكال شموع فهمت مثلا بار اكزومبل فما 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 طرق من العمل انك توصل تعرف يعني عندها علاقه بالتاريخ بطبيعه هذه دونك توصل تعرف الشمعة اللي مش تتحل في الشهر مثلا فيفري قديش فيها من بيع قديش فيها من شيري وش وكيفاش مش تتسكر وقتاش مش تتسكر كيفاش أوه <تصفيق> <تصفيق> كبيرة <يا. تصفيق> بالحق معنى عنك توصل تتوقع قديش الفوليوم اللي مشيت تصرف في اللحظة هذيك يا أخي إذا أنا وصلت معنى بريديكتيت الشمعة ومش تتسكر القهوة مبطلوا معنى تري بالحق هي نحط هذا تي بي كذا ونشوف الادنى ما دامني نعرف وين مش تتسكر دونك نعرف وين مثلا وينش تتحل دونك ادنى مستوى نبعد شويه 10 بيبيت السلام عليكم جوي بي في حين راي فما طرق نتاع خدمه لكن ما بالحق صعاب على الاخر ودومين راهو كبير على الاخر بالحق راهو قد ما نحكي وراهو يبقى شويه معايا بالحق لكن خليك بازيك على الاخر امشي بك سيبور دعم ومقاومه فما حاجة نتصور العباد الكل تعرفها بأنه مرة يلعب دعم ومرة يلعب مقاومة هذيك دونك أنا سماه بجوكير مرة يجيد، مرة بارتي يلعب دعم مرة بارتي يلعب فيها مقاومة دونك زادة كيف كيف اللي هي و... زادة تنجم تسميها زادة بالسبلاي اند ديماند بالضبط سبلاي زون ديماند زون أنا سهل العرض والطلب أنا و... جوكير انا جوك جوكر في طرح رميش فما زون فيها عرض صحيح بالضبط ياخذوا فيها ب... يبيعوا فيها برشا فما زون فيها طلب, طلب. بيشروا فيها برشا دونك غادي راهو ينجم يطلع السوق إيه انت تفهمني انا تفهمني كي من هكا اوكي فهم شخص هكا فيش تحكي انا اوفر وانا دوموند وانا بيع برشا ناس صعب فهم ويحط لك برشا برشا انديكاتور برشا برشا خطوط وبرشا الخطوط مهمه هي إي اوكي بيه. واضح مثلا باغ اكزومبل نعطيك اناليز من ليزاناليز تلقى فيك الخطوط ما تلقاش عندك ترجم كل خطوط تجي تقول لي هذاك شنو والله يا ذيك راي البارتي هذيك جبتها من 2001 2001 ما نعرفش عمل لي باترن كذا وكذا دونك نتوقع راهم شي عاود حتى من الجمعه اللي فاتت حتى من نهارين التالي عادي عادي فهم حتى مشكل انت شنو ما تخ... شنو التيب نتاع الاناليز اللي تتبع فيه دونك تتبعوا انا مثلا بيرسونال مون نبدا ديما من اكبر فريم حتى نوصل للفريم اللي نخدم عليه اللي هو نبدا من الشهر نعمل اناليز على شهر دونك نعرف الديريكسيون جينيرال نتاعي كيفاش قاعده تمشي كيفاش قاعده تخدم عندي هبوط ولا طلوع اوكي نمشي للجمع نزيد دون كونفيرمي الطلوع نتاعي ولا الهبوط نتاعي نهبط للنهار دونك قرب التو ب نزيد دون كونفيرمي ماشي في طلوع ماشي في هبوط باش تقول لي سيما مثلا انت توقعت عندك طلوع اوكي انا كي نهبط في الفريم نحب نعرف الطلوع هذاك وين بالضبط خاطر في وسط الطلوع الكبير مش تلقى طلوع وهبوط بابا فهمت دونك انا كي نهبط في الفريم اوتوماتيك مو مش نحاول انا عرفت تو ديريكسيون على شهر فيفري عندي طلوع لكن انا تو مش نهبط في الفريم باش نحصر طلوع وين مش يكون الهبوط وين مش يكون باش كيما نقول بلغتنا احنا طلع ناكل هابط ناكل ولا. عادي جدا رك تلقاني في بير حال زوز باي زوز سيل وزوز عامل فيهم بروفيت تقول لي كيفاش يا اخي تنجم تبيع نجم نبيع ونشري ونعمل زوز بروفيت ما فما حتى مش خاطر خاطر انا سيدي جا عندي باك جراوند انه شنو انه راني لهنا مش يوصل الهبوط بعد مش يولي يطلع اللي هو التايم فريم اللي, تا... اللي تتريدي بيه بسوية انت... اي اونور اه... ساعة ساعة أوكي. دونك ما تسكابيش ساعة بدرجة الحقيقة عليه ما... على و... معناها نعرفوا اللي فما تيب نتاع سكالبينغ وكذا وكل راه الانسان من الاول باش تلعب له برشا على البسيكولوجي باش يلقى روحه وقلبه يدق برشا برشا على خاطر الموف ما تك, تك صحيح تك, تك 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 عليه شلز حما يغني كما خليك شتخلنا بشي ها عندي ساعة لبري يتحرك في راحته كان فما بروفيت مرحبا كان فما خسارة مرحبا والسلام عليك وانتي مرتاح جوك باهي وامورك مريق جوك على جو علاش نصعبوا فيه وهي سهل رو الحق تعلم التريد سهل بالحق سهل الصعب في ال كيما قلت لك بكري في الكونسيستونس الكونتينيتي متاعنا اسكو قادرين نعملوا نفس الريزولتا يوميا وإلا ليه راني قلت لك كل يوم اليوم عملت 100 اليوم عملت 200 اليوم غدو عملت ثلاثة فهمت اي باش تعملهم الأشهر القادمة باش تعملهم بعد معناها فهمتني راك ال سوفي وصلت بالرسمي شابو لاي انسان وصل يحقق الكونسيستونس راك نتهنى عليك بالحق نتهنى عليك كاو ربي معاك وربي يوجهك خير اليوم اسامة فول تايم تريدر فول تايم تريدر بالضبط من عام قداش وليت سيبان وصلت للكونسيستنسي اللي حاجتك بها بعد قداش من عام باش وصلت لها ما نحكيو سبع سنين تو من اول عام ديريكت لا 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 مش اي نحب نعرف آه وقتاش وصلت <applause> للسي بون قلت هذا دومين نجم نعيش منه آه خلي آه اخر 2022 ديسمبر 3 ديسمبر 2022 من 2017 هذه آه كل فاز تاع تعلم وربح فاز تاع تعلم وربح وخساره والكل معناها فهمت خاطر شنو هو الحاجه اللي علمتني اكثر وخلتني نكون كونسيستون بالحق اللي هو من عندك 2020 متاع بتاع 2021 و2022 لكلهم الاوبجيكتيف نتاعي كونسيستون كونسيستون وصلت معناها نوصل مثلا شه... ثلاثه شهور غير ثلاثه ايام ما نجي في اللي بعده نعمل بروفيت اكثر من العاده باغ اكزومبل ولا خساره اكثر من العاده نعاود من الاول كاني ما خدمت حتى شيء فك ثلاثه اشهر هذوك نعاود نبني من اللور. شهر كذا 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 اللي ضيعته كما نقولوا نحن وقت وانا نعاود باش نوصل كونسيستون هو اكثر من من اني معناها فهم فهمت شنو نقصد معناها بالحق راي اصعب حاجه هي انك تكون انسان كونسيستون وصلت كونسيستون دونك مبروك عليك بالحق مبروك عليك بالنسبه يا آه اخي يلزمني نكون انا فول تايم تريدر معناها يلزم مش لي يلزم معناها انا بيرسونيل المو نمشي بقاعده ما دام فما سوق يمشي دونك فما تريد فما فوراسيزم لازم دونك اذا انت عندك اربعه ساعه تداول، دونك خمسه ايام، دونك تنجم تخدم تنجم كذا، فماش علاش؟ يجي يقول لي اسامه بار انا ما ما نجمش معناه نوفر وقتي الكل، نعمل اناليز وديني، بس وعلى الاخر، سبت واحد سوق مسك اخدم اناليزك، على فريم النهار، كونفيرمي على الاربع سوايع، شوف روحك في الساعه، تخدم مرتاح، اليز، قهوتك، امورك كذا والكل تك. جو احلى جو وفهم عباد ما تريديش تستثمر وكا اي فما عذوكم تحط فلوس ولونغ تيرم صحيت لونغ تيرم وتستثمر وفهمت اكثريتهم معناها القاعدين القاعد توا دارج وراو فيهم هما ديما يمشيوا لك ليزاكسيون معناها تسلا جوجل فيسبوك فهمت دونك م -م. يشوف كذا يستثمر وهو هو شنو معناها ديما نقول الاستثمار هو العباد اللي عندها برشا فلوس عندها فلوس ما عندها تعمل بها 50000 دولار 100000 دولار دونك دونك نحط مش يجيك انسان يعني يقول لك عندي 10000 كيفاش نستثمرها <applause> شويه شويه لوجيك معني شويه فهمتني مش عندي 30000 نحب نستثمرها به لم 30 و30 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 وانت تلم تعلم التداول بعد تحل كونت وخت سهل سهل العملي اما مش تجي مثلا راجل لك بتنطولك تقول والله عندي 30000 نستثمرها في في جوجل ايه شبي <applause> <تصفيق> 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 فهمتي معناها يعني راهو فما ساعات حاجات بالحق راك لوم تلوم تعذر معناها فهمت ممكن هو ما عندوش درايه كافيه ممكن عنده درايه لكن حبي ما نعرفش هكاك لكن لكن راي ما تجيش يا شباب بالحق الاستثمار ديما راهو معناها يكون تيو حتى في تونس معناها عندنا الاستثمار ديما يقولك لك معناها ماذا بيك فوق ال 500 دينار 500 دينار انترميدياري نجم يركح لك امورك وتستثمر وكذا وكذا البورصه التونسيه صحيح بالضبط في البورصه التونسيه دونك فما بالك انت في بورصه اجنبيه تستثمر ب 10000 وب 30000 ما ماهيش لوجيك الحكايه فهمت كا حكيت على الديسيبلين اللي خلقته بعد سنوات ديجا وحكينا بكري في الاوف على اهم عامل في التداول في التريدنج <applause> في الدنيا في الكوكب في الدومين الجميل جدا هذا اللي هو العامل, العامل النفسي بالضبط به قبل ما نتعداو العمل النفسي جوست بوان على حكايه الديسبلين معناها به قول كيفاش تنظمت في حياتك ما تقولش كيفاش ولي ديسبلين به علاش على خاطر الديسبلين يجي من من حياتك عادي جدا تقوم السباع ما ما نعرفش انا عادي ما تحكش سنيك مثلا وتخرج هك انت كما قلنا خسرت تونت تفريس باش تحك سني كيفاش تحب تولي ديسبلين في التريد وكل يوم وتقوم و... وت... وتتريدي وكذا والكل دونك اول حاجه حاول نظم اكل البارازيت خليني نقول معناها في حياتك حاول ابعد عن حاجاتك اللي و... وتفكرني كما قلت مشتتات صحيت بالضبط سيرتو المرشي عنده وقت مربوط بوقت يحل فيه ويسكر فيه بالضبط وقتاش يحل وقتاش يسكر بوقت تونس بوقت تونس به العشرة العشرة ونص تقريبا بتاع الليل هكاك دونك شنو اذا هو فوركس دونك يبقى 24 اما جوست معناها الفولاتيليتي تمشي بشوي معناها فهمت ماكش مش تلقى تحركات كبيره فهمت لكن المعادن تسكر المعادن كيما الذهب كيما الفضه لي فهمت دونك هذوك يسكروا ما فماش تداول بعد العشره نتاع الليل دونك يسكر وهذا الحاجه الاخرى فما عبيد من تحب تبني ثروتها بالدول على الذهب بالدول على الصحيح ودرا شنو كذا رد بالك يا هب جرب يردوا بالك بالحق رد بالك راهو كيما يعطيك بروفيت يعطيك برشا خساره راهو يعطي برشا خساره يا خالد بالحق راهو خساره مهوله 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 جدا جدا فهمتني يعطي بروفيت صحيح يتبع القاعده نتاع الاناليز صحيح في ثغرات اوكي صحيح في دي بوان فيبل كي تكون تعرفهم خير ما تعرفهمش اوكي صحيح لكن راهو غدر وما على الرسول الا البليغ انا هاني قلت معلوم وكهو وانتو ما روسكم بالحق روسكم راهو التداول على راهو من الول مش يبني لك برشا حاجات مش يبني لك احلام كبيره وكبير عادي جدا راك ب دولار تشوف تلقى صفقه ألف دولار عادي على الاخر خاصه كي يبدا نهار في اخبار قويه وتحولات اقتصاديه كبيره راك عادي فصل على الاخر الحكي باهي لكن راك غدوه راك ماكش تلقى شيء هذاك عادي تلقى في الموا رد بالك عادي اربع ايام خدمه جي في النهار الاخرين صفقه قلت ترحي لك الملمة واللي فهم واللي تفرجوا بعض تو... انا متاكد شيء يخطب لك والله عندك حق في الكلام اللي تقول فيه معناها راي بالحق ردوا بالكم انا نعرف ما همش مش يردوا بالهم مش يجربوا معناها اما اني قلت ردوا بالكم وكا بالحق ردوا بالكم وكا به نرجع للعامل النفسي به نرجع توا للبسيكولوجي اللي احنا قلنا تمثل هي 80% من من المجال نتاعنا قبل كل شيء به بسيكولوجي انت مش تحكم فيه آه غضب ما جيش انا خاطر نقول لك اي غدو ما نحبكش تولي خويف ما تجيش معناها فهمت لكن شنو تحاول انت تكونترولي روحك به كيفاش تكونترولي روحك يا سي غاد؟ تعاركت انت والدار مثلا حاول ما تتريديش خاطر الانتخام كل غل اللي بقى تحطه في التشارت حطيته في التشارت رغمش يرجع لك بالخايب كون متاكد راه مش يرجع لك بالخايب باهي ما نعرفش انا تعاركت انت وصاحبك رد بالك تمشي تتريد حزين وما نعرفش كئيب وكذا والكل برا يا اخوي اعطي حق ربي اقرا شويه قران تتفرهد وبعد اركش تريدي على روحك ما فيها بيس متفاهمين حاجة أخرى راهو كي مش كي يظل معناها اللي محمد رسول الله مشكي مش كي يظل معناها أنت راك فرحان برشا مش نورمال جاتك أكثر حاجة اللي هي تو تقريبا معناها ديما تفرح معناها في جينيراسيون معناها هي فرحة الباك فماش فرحة فهمت مش فرحة كما نقولوا نحن مش نورمال تمشي تتريدي لو ساعات يرجع لك بالخايب الكسيم تاع الفرح يرجع لك نعرف احنا برشا كسيف في حاجه راي ساعات دونك ترجع بالنيجاتيف اكثر من البوزيتيف واضح دونك خليك وقت اللي تبدا ستابل امورك مريك تريد على روحك تريد هار بيخ دي ما هارب يا اخي ديما فما فلوس ديما فما خساره ديما فما قرايه ديما فما تعلم السلام عليكم أنا بويسك حكينا على الديسيبلين دونك لازمني نبرمج روحي بويسك باش نولي نعيش بها كدي تريدر بالضبط لازمني نبرمج روحي اني نكون نوتر ما نربطها باحاسيس اوكي صح كاسحه أيه. كون نوت راهي كاسحه مثلا نعطيك اكزومبل ديما نحكي نحنا نحن هابطين توا وقطوس عف كره تجي خلط صح حرام بلاجة نمشو ندفنوها هاي كذا كل دي ميت الله يرحمها ايه انا مش نجاوبك ميت الله يرحمها مش تقولي علاش قلبك كاسح وسامه وكذا وش كاسح هذاك اش تعلمت من سبحان الله سبحان يا اخي في الحقيقه هذاك اش تعلمت يا اخي مش تكون ايموشن برشا مش تاكل يا صح مش تكون ايموشن ومش تكون ومش تكون حساس زعما نحلها تو ليلي خلي بعد شوي ياكلوك الكبارات صح بالحق اصل فما فما ما قلنا نعرفوها الناس الكل حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت بالراس معناها برشا كله حيتان ويلز صحيح معناها اعرف روحك راك تكور في الكبير بالعكس هذاك برستيج تقراه فخرة قاعد نخدم في بورصة وكذا والكل ونتريدي ونتعلم في حاجة جديدة مش زادة نخاف و فهمتني؟ بحاجة حاجة أخرى اللي هو عامل طمع اللي هو عامل مزروع فين؟ كيفاش نحيه؟ راك ماكش في الصباح وليلة مش نحيه حاول تقلل من الخسارة اش معنى؟ أنت في العادة مثلا قاعد تخسر في 50 دولار راك قاعد ديسبلين نتاعك حاط ستوب لوس نتاعك 50 دولار ما فيها بيس كان تبدل شوي نولي نخسر كان 25 دولار كا بي فيها لا لقيتها مش مريقلة أرجع الخمسين وبعد راه نجرب 40 دولار نجرب تسعة 49 دولار فاصل خمس نجرب 43 دولار فهمتني فهمت شنو يعني حاول قلل من الخسارة اللي تابر فيه اللي هي يزمك تشكر ربي سبحانه كي توصل لها وقت اللي ستوب لوس متاعك تحطه في البري دونتري يا هلا والله معناها وقتها انت حتى كان رجع لبري على عليك دونك راك مش تخرج نوتر في البريك ايفن ايه واضح باهي شنو هو العامل الاخر اللي هو عندك قلنا عندك الخوف وعندك حاجه اخرى حاول ديما تمارس حاجات تحبه اربط ديما حاجات تحبه انت كي تعمل قهوه تشيخ هكا قهوه اكسبريس وكذا تشيخ مش نورمال تريدي وبحذاك اكسبريس تحب تقص الممطر وكذا والكل وجاك مش معناها من المحبذ كي ظل فما مطر اعطي اكثر فور في ال... في التري حط في اليوتيوب المطر هذيك مثلا بار, بار, بار اكزومبل عادي حط صوت المطر وتري وبالحق تفكرني معناها يقول اسامه يرحم والديه الشخص هذا اللي قال لي كذا وكل خاطر بالرسمي راو برشا عوامل مربوطين ب... بالبسيكولوجي نتاعك هك وحدك وحدك انا مثلا ما, ما, يعجبنيش طقس سخون يعجبني مطر مثال انت ما يعجبكش طقس ربيع يعجبك يظل شتوي وكذا والكل كل واحد وكيفاش يعني إنتي تشرب اكسبريس انا يعني خويا نشرب كابوسا مثيل فهمت دونك حاول اربط الحاجات اللي تحبهم بالتريد وشوف النتيجة في الاخر مش تعمل عليه جو والله يعمل علي. يعمل معاك جو مش نورمال مش تدخل تفرسي في روحك وانت سيب عليك راك خاسر من الماء من الاخر نقول لك راك خاسر من الماء باش تلقى راك النتيجة من الاولى او من الاولى الدي كينج بتاع تريد الجمعتين الاولى اللي هو سيدي جعنا نعرفش كان تعرفوا ليه حظ المبتدئين في التداول راهو موجود مو بالحق موجود, موجود على جمعتين ثلاثة جمعات يا ودي ما نحكي لكش أحلام كما قلت لك بكري لامبرجيني ديارك و الجمعة الرابعة يا هلا ولا وين ماشي؟ هيا يرجع باي جات عليك محسوب الحكاية وقتها وقتها يبدا بالرسم وأكثرية وأكثرية الحكاية تصير معناه معناها ديما ما بين جمعتين وثلاثة جمعات حظ المبتدئين ينكشف توا تطورت معناها وكذا وكل ولد شهر شهر وجمعتين دونك بعد تظهر الحقيقة تقعد جترك في صفقة ريت اللي عملته الكل في شهر تخسروا في صفقة علاش لأن تقول يا هاني مريقل على شهر كامل ماكش مريقل في الصفقة ذيك دخلت بفوليوم أكثر وما حطيتش ستوب لوس ما حطيتش صبح سو... فما عام... فما فما حاجة فما حاجة فما حاجة ما تقوليش ما احترمتش حاجة في البروسيس اللي خلقت محتر... صحيح ما احترمتش حاجة اخترقت حاجة دونك كل عصا وكهو ايوه ما يا خويا انت ما هي نحسبها كلعبة انا دخلت تلعب ما تنغرش يا احترم قواعد اللعب يا ما يا ما تنغرش وتجي تقول لي <applause> اه عملت اناليز مثلا ودنيتك وخدمت وخسرت فك الصفقه ذيك نحترمك انا اكثر من اللي تقول ربحت خاطر انت تعبت ولقيت خساره الخساره مش ذنبك ذنب السوق ذنب خبر ذنب معناها الكبارات ضربوا ستوب اوكي تتعوض هذيك لكن انك مش تطمع في حكايه برشا في حكايات اخرين ذكروا ما قالوا الا الخساره في الاخر وقداش من واحد ربح من الاول وربح وربح وشي فرويت وما هي شي فرويت يقول شي فرويت شي فرويت معناه اصفار في الاخر وين فما شيء فما شيء تجي تقول له تجي تقول له شنو السبب اللي خلاك اللي انا بالحق اكثر السؤال كنت نسأله لعباد تعرفت عليها لبرا نقول لهم نقول لهمش كيفاش ربحت شنو السبب اللي خلاك تخسر نقيدهم في ستيل وورقة ولا عندي بلوك نوت في الدار راهو السيد اكس جريك خسر خاطر ماهوش قاعد في الدار ماهوش قاعد في قهوه على خاطر هو يحب الخدمه في الحسمه ما يحبش الخدمه وحده معناها فهمت فبرشا عباد تسالهم يقول لك اسيما شهرين الاولى نعمل فيه بروفيت مزيان شهر الثالث حبيت ندوبلي راس مالي وحبيت نكبر معاك هو كبر السوق كبر معاه ما قدام السوق ماكش كبير انت مازلت صغير تكون مع الصغار وقتاش تولي كبير كبير, كبير كتاب تبدا بالرسمي معناه نحكيو على كبار كبار معناه وتحكي على حاجه معقوله وحاجه رزين لكن ما دام مازلت ملول راك صغير وقاعد تتعلم وقاعد تبني فك الحاجه ذيك بشوي بشوي ابني يا خويا اعمل منها الحاجه ذيك نمط عايش كما نقولونا بلغتنا اه خليها تدخل في سيكل دو فيو نتاعك خلي ما تقوم الا لما تحل صفقتين ثلاثه صفقات تخدمهم مرزونين تك وتمشي على روحك وبعد التطور اسهل حاجه في الدنيا انك فوليوم اللي كان اي ولي دو او بوتون تنزل عليه لكن الصعيبه هي الكونسيستونس نرجع ونقول راه الصعيبه هي الكونسيستونس في الدومين راهي صعيبه مانيش نخوف لكن قاعد نوعي راهي ما توقعش روحك راك مش شهر ولا شهرين ثاني راك مش تبني اللي عندك في مخك هذا هو بالحق اللي شنو انا نركز عليه باش يتعلم التداول راهو سهل تتعلم التداول عندك معلومات مش مش تعرفهم وتطبق فرا الناس اللي تسمع انا بديك بالرسمي قبل كان يبان لي شنو وكان يبان لي حاجه صعيبه ومتعبت عندهم برشا فلوس و... وانا ما نحبش المات مثلا كان يبان لي حاجه متع عباد في المات ما لازمكش تكون بيه في المات باش تريد مش تريدش. مش, مش <applause> بالضروره ما فما حتى مشكل بيه في المات باهي في الفيزيك ما فما حتى مشكل المهم عندك حاجه برك عندك مخ تخمم تعرف كيفاش تخمم تنجم تديو ما ايه منيش تخدم ما تخدمش عمرك ما, ايه ما عنديش دخل في ذاك الكل بالنسبه لي انا طيش التالي مخ تخمم بي سي تليفون تابلات تنجم تتفرج تنجم تحكي حتى حتى ماكش تحكي دونك راك تنجم تتعلم فما مف... مف... فما مف... 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 حتى مشكل تتعلم والنفسيه تنجم تجيريها بشويه صحيح. بشويه خاطر من الاول الناس كلها باش تدخل بك الادرينالين هذيك الدوز هذيك ماكش هرب <applause> من <حضب تصفيق> مش ما بيها. منها مش تتعدى بها مش تتعدى بها ويلزمك تتعدى بها وكون في بالك معناها معناها خبر به على الاخر او كونت مش تعمل راك مش تخسر منه مش تخسر هذا كما سكرتوش دونك راك مش تخسر وريت كان خلينا نقولوا كان حلت معاك وربحت معناها من الاول اول كونت على اول ديبوزت حطيته كذا والكل أه ارزن وساس روحك راي جايتك كف لا يقرا ليك ارزن وساس روحك راي جايتك كف لا يقرا ليك ابروبو لي كونت فما كونسيبت لي بروب اي واضح اللي هما شركات التمويل شركات التمويل اللي هو تعمل فيها مو مثلا ب 50 دولار يعطيك كونت فيه 5000 دولار مثلا اه يعطيك تشالنج لازمك تعمل 8% بعد 5% ربح ويعطيك بورسنتاج تاع خساره ما لازمكش تخسرها كل نهار سينو تخسر الكونت اللي شريته ب 50 دولار مه. كي تفوت لي دوزيتاب هذا يولي عندك فاند اكونت اللي هو م. حساب ممول يعطيك 5000 دولار تولي حقيقيه تولي ريال اه. وتتريدي بها تداول بها والبرسنتاج اللي تربحها عندك منها بها 80% انت والبروفر فما 80 فما 90 فما 50 الواحد كيفاش تنصح بالكونسيبت هذا هو قبل كنت ما ننصحش خاطر فلوسك حر مالك يخدم به لكن توا يجي انسان يقول لك ما عنديش خم... بالاخر ما عنديش 500 دولار بالحق ما عنديش يولي شنو خذوا ها... اخدم بها ذاك خذوا بروفير ما فما حتى مشكل لكن على شرط <applause> اعمل كونت اعمل كونت ريال كونت ريال حطوا شقاق اش معنى لو اللي نعمل ووب ترانسفير ترانسفير غاد ووب ترانسفير ووب ترانسفير مش توصل ان تاني نيفو عندك في الكونت ريال أبلغ محترم 500 ألف ألفين طيش عليك تو سكي بروفيرم وخدم على الكونت نتاعك خاطر علاش خاطر البروفيرم محصور م مينوت في يدك عندي ربح كذا هي الحصر هذيك باهي العباد اللي ماهيش ديسيبليني تعطيك تخلق لك ديسيبلين ما, ما يربحهم غادي يا سي خالد إيه. <applause> ربح البروفيرم غادي انا من... نحبك نحب نوصل ريزولتا نحبك تخمم مايند سيت مايند سيت بروكر وسيط في راسك شو معناها معناها كان رابح راني ربحت وكان خسر راني رابح اذا انت مش تعمل تو بلاصه مش تعمل لي 500 كون 5 كونتويت في ال 50 دولار 5 في ال 50 قديش 25 وزيدهم هكا الاصفى 250 دولار تقريبا هكا ولا 250 دولار يا اخي مشني كان حطيتهم في كونت هكاك مرتاحين وجاوهم به تجي انت تخسرهم تعطيهم للبروكر تعطيهم للبروفيرم سامحني واضح انا ما ما هيك الخمسة وعشرين الف دولار هذيك هي التغريه راهو كل <applause> الخام... ولا ولا تو تونت... كونت مئة الف سمو ألف دولار و... وحدا نحكي كيفاش نحسبوه كونت مليار مليار نشرب ب 3 ملايين اي تاو تو كذا بعد وين فما حد شيء بالحق راي على قد ما هي باهي على قد ما هي زاده فيها شويه صعب ولازمك تعرف تختار تعرف تختار <applause> البروفورم خاطر فما ولت متداولين توا برش ومتحايلين ومتحايلين فما, فما, فما اللي يغريك من الاول بعد تجي تدخل على حاجه تلقى حاجه اخرى ما تخرج فلوس صحيح ترد بالك معناها بالحق في اختيار البروفورم معناها رد بالك واللي ننصح به اخدم معناها اوكي خذ بروفورم وكون متاكد الكونت راك مش تخسر هذاك هذا يا اخو قاعده معناها من عندي راك مش تخسر خاطر جربته انا <تصفيق> <تصفيق> فهمتني اما ما تعملوش كسورس تخدم به بعد يسيرش حط كونتريال شنو هو فاهم كونتريال تجبدهم منه حطهم من وفما كارثة أخرى تعرف إيش شنو في الـ في حكاية التريد شنو برشا عباد يعملوا فيها أول ويزدرو عملت فلوس نمشي نجبدهم شي يقول لك عادة يحسبها سي المعلم آه أنا بديت ألف دولار عملت ألفين دولار دونك نجبد ألف ونخلي الف الأخر إي يا بابي إي هذاك هاو رد بالك رد بالك, أرد بالك. ومن المستحسن نقول لك من المستحسن شنو ما نا نعرفش فهم برشا عباد بالكش يلوموني ولا حاجه اما من المستحسن من الاول معناها هكا شديت اثنين ولي ديسبلي ما تجبدش فلوس ما تجيبش فلوس احسب روحك مع احسب كيما انت خدمت باش وصلتها 2000 نيسيلش وصلها فوا فوا تروا فوا سا ولا الكومباوند افكت هذيك هي تكبر بشوي بشوي بالضبط وبعد مي اجبت. من الالف مي الف. مي اجبت. ما يسالش من ال1000 مثال وصلتها 5000 ما يسالش بعد كي تجبد ما, ما نقولكش اما تمشي بعقليه ندوبلي وبعد نجبد ونخلي وراه هو كافي راه عملت شيء شيء بالحق ما عملت شيء رد بالك هذه راي كيرث فهم برشا تقولوا لي ليه ما عنديش ثقه في البروكر وثقه البروكر وكذا خي البروكر على ألف دولار تدي الراجل اللي يعني يعمل في, زرقة في ملايين زرقاء معناها مليارات زرقاء في النهار جاي تقول لي واختيار البروكر بطبيعة هذاك من من اول مهام يزمك تعملها انك تختار بروكر صحيح واصلي معناها وشنو كيفاش نعمل باش نعرف بروكر صحيح ولا بروكر امريكي يقول احنا في العاده شنو عن كتجي انت تحل بروجي وعندك قباضة ووراق وباتين وكذا البروكر كيف كيف كيجي مشي حل لابيل البروكر عنده هيئة رقابية للفوركس يلزم يتعدى به يلزم الهيئة الرقابية الفوركس هذيك تكون مصحته اللي هو راو بروكر وجو أحلى جو واضح الهيئات الرقابيه ذوك ميسيلش ادخل جوجل وشارش ايش معناها هيئات رقابيه الفوركس شنو ما هما احسن هيئات رقابيه وما الى ذلك لكن ديما ننصح وكيفاش تعرف قبل ما قبل نصيحه كيفاش تعرف اللي بروكر معترف به من هيئات رقابيه ولا باز ما بروكر دونك عنده دو بلاتفورم سكرولي لو طب الكل وين فمك الكلمه كوبي رايت وكذا باش تلقى باراجراف لو على سوس حاجات اي دي ونميرو باش تلقى اي دي كذا ونوميرو كذا هذاك وقتا هنيك اخدم معاه جوابه ورد بالك تقول يا اسامه راهو فما بروكر يسرقوا لكن حاطين اي دي ونوميرو امبوسيبل تلقاه امبوسيبل تلقاه شوف انت البروكر المعروفين الكل تو تلقاه معترف من الهيئه الرقابيه الامريكيه معترف من الهيئه الرقابيه الاستراليه كذا تحت الرقم كذا بالعنوان كذا مثال فهمتني دونك اي بروكر معترف تنجم تخدم عليه هو يكون كيما هكا معناه يكون بالصيغه هذه بالمواصفات هذه واضح به الحاجه اخرى اللي هو اللي معناها اللي يلزمك انت ت... معناها تمشي شنو اللي هي البروكر اللي يكون السيبورم نتاعو معناها الطاقم المساعده نتاعو هو شنو يكون 24 سور 24 معناها كي عندك مشكله تمشي له ديريكت كي عندك اشكال تمشي له كذا تمشي له ديريكت دونك و... مهم على الاخر مهمة على الاخر خاطر ساعات تصير ساعات تصير بوك في الحكاية ساعات البري مثلا في, في البلاتفورم اللي تحلل عليها مش كيما في, في البلاتفورم اللي سببها انت خاطر ديما ينصح انه تحلل على بلاتفورم سير انترنت اللي نتصور عباد عندها عليها فكره حتى اللي ما عندهاش عليها فكره دونك اسمها تريندينغ فيو تريندينغ فيو صحيح بالضبط يحلوا عليها خاطر ديزاين مزيان ومعناه وتشارت مزيان والكل وال والبلاتفورم اللي تخدم عليه سواء كانت mt 4 او mt 5 اللي هي ميتا تريدر 4 او ميتا تريدر 5 دونك تخدم عليه وجو كحلى جو تحل عليه معناها صفقاتك وتريجل وتريجل الامور ومن المستحسن في تليفونك زاد تحل نفس الكونت باش تخدم عليه باش كان في صوره ما خرجت ولا جات القضيه دونك هاو تحل وتسكر تتحكم بتليفونك وكل شيء واضح حسام ثانك يو على المعلومات الجميله جدا <applause> الله يخليك عشك نحب نعرف حسام شنو <applause> تعني لك الفلوس علاش دخلت للتريد شنو هو الأوبجيكتيف نتاعك معناها اسك باش تولي تريدر معناها لا الأوبجيكتيف من الأول كان باش نولي تريدر أما كي عرفت اللي فما بروكر في الحكاية <applause> الأوبجيكتيف أني كيما نقولوا نحنا إنسان يولي بروكر يتسأل السؤال علاش شبية تو كان يحكي لي تريدر فول تايم شبية بروكر خويا خيرش من إنسان كان خدمت راك رابح وكان قعدت ترك رابح هكا ولي خويا أنا نحب نوصل للمانيير هذيك نحب معناها توا مايند سيت قاعده تخدم بتيب نتاع بروكر كيفاش البروكر يخدم كيفاش الحسابات نتاع البروكر قاعده تخدم انت كي تحط فلوسك كيفاش هو يقص اوكيك سبحان الله ربك سبحانه اعطاك مارجن كذا فري مارجن كذا يا اخي شنو هي اوكي الجوريتم وكذا الالجوريتم شكون صنع وما هو عابد والعبد كيفاش خام ما هو قرا وكيفاش قرا العبد هذاك شنو هي الحسابات اللي حط فاش خير منه وفاش يفوني باش يعمل حسابات انا ما نعرف ايش دونك هذيك البوان القويه تو في التريد كيفاش نخمم بالفاسون تاع البروكر اني كان خسرت نربح وكان ربحت نربح وكان القط راني رابح وكان قومت راني رابح وكان مشيت راني رابح وكان عملت كل شيء ديما نخرج رابح من دومين تداول بالطبيعه نجموا نعملوا بروكر من تونس من تونس ما 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 تسمح الناس الحكايه فهمت اما اما تنجم تعمل أما العقول بروكر موجوده في تونس برشا برشا عقول موجوده في تونس وانا ناكد لك اميل بورسون معناها انه كان يتحل بروكر تونسي تحت تيتر تونسي حاف لا شارع لا تقول لي لا شراكه لا نيابه بروكر تونسي كان لزم تونيزي انا بروكر واضح ناكد لك برا على روحك دبي عثاني <applause> انا ناكد لك وكان بالحق كان معنا مثلا الكلام اللي يسمعوا فيه الاولاد والشباب بالحق غلط ولا ما هو مش مقتنعين به يسيلش اكتب في الـ في, الـ في, الجوجل بروكر ستاتكس ستاتيك متاع البروكر وشوف قديش يعمل في النهار في النهار شو قديش يعمل تفرج الاصفار اللي يعمل وكهو عمرك شريت سانسار كرهها بيخرج خاسر رابح سواء من ولا من البيع دونك نفس الشيء هو انترميدير كان ربحت هو ربح كان خسرت هو ربح هو ربح فهمتني هذه anyway. هذه بالحق اللي كما نقول احنا راح المرحله الاولى نتعلم المرحله الثانيه نولي تريدر المرحله الثالثه را... آ... مايند سيت نتاعك كيفاش البروكر يخدم وعلاش المرحله اللي بعدها ما تكونش انك بروكر ولا <applause> علاش ليه؟ باهي برشا أول مرة إنسان يجي يحكي لي بالرسمي يا أخي باهي اللوجيك هذايا ديجا والمنطق تخمم لبعيد عرفت <applause> أقراها وحدك أنت أقراها وحدك <applause> أقراها وحدك أنا نخدم على انترميديال الانترميديال هذاك يا أخي أنا توانسة ونعرف ما خطوص يا أستاذ الرب هو مش يعطيك كونت هو مش يحط لك فلوس هو مش يخرج لك فلوس هو مش يعطيك بلاتفورم مش يعطيك سيرفور وتعرف معناها السيرفر نتاع بروكر قداش يوصل يدفع عليه في الشهر معناه يدفع عليه 5000 دولار في الشهر يدفع عليه خمس باش يعطيك سيرفر ويوصل لك اي دي وموت باس وكذا والكل باش انت تحل بالبروكر بروكر معناها اوكي صعيبه اما مش امبوسيبل وباش توصل بروكر صاي وفي الحب في الحديث بالحق وفيك هاو فما منه فما منه على الاخر فما منه على الاخر ونزيدك حاجه نزيدك حاجه نعرف شكون ثلاثه ثلاثه عباد هما واحد عمر تسعة 39 سنه واحد 31 سنه واحد 25 سنه سيدي جاحل حلو بروكر والعباد الكل قاعده تخدم عليه وما هم ما يعرفوش الفاوندر نتاعو الاصليين شكون من غير تسالني شنو البروكر معناها فهمت منين هو؟ زوز توانسه واحد من امريكا وعنده اكثر من ثلاثه معناها شنو البروكر؟ لا علاش؟ علاش خاطر مش معناها مش تقول شنو البروكر ينجموا يصيروا برشا مشاكل تولي انت واضح جوست معناها نحكي لك اللي راهو ما هي صعيبه ألحكي فهمتني وراو اكثر ونعطيك حاجه اخرى حاجه مزيانه على الاخر خمم انك تعمل بروفور تعمل بروفور وشوف احسب هات كالكولاتريس ونكالكولا فهمتني وشوف الـ وشوف العرض اما كان في تونس صعيب صعيبه برشا صعيبه برشا صحيح معناها ما ندخلوش فك الجانب القوانين وكذا اما صعيب الحقيقة حقيقه معناها ما فهمتني دونك تشوف البرة زحسيزي نتاع البايننس فرخ راه وقت اللي عمل البايننس اللي عمل الاثيريوم ديجا بداها عمره في العشرينات في, في 18 سنه وقت بدا ديجا دونك يا باهيه في تونس توا بادي تكبر الموفمنت بيديا بيض مخاخة حل أكثر على الدومين بيديا فما معرفة أكثر دونك وذلك الهدف ده جنب بودكاست أنا بارتاج ومعرفة وإن شاء الله نهار آخر يكون عنا توينس عندها عملات رقمية إن شاء, الله إن شاء الله إن شاء الله عندها دي بروجي في البلوك تشين عنا دجا توينس يخدموا في البلوك تشين إتسترا ودونك واي نوت يكون عندنا بروكر علاش ليه ولا توينسي. بالحق معناها <applause> <applause> بالحق علاش ليه ما يكونش عندنا بروكر توانسه وفي بلاست اورو دولار نولو دينار تونسي ونداولوا فيه معناها يا اخي مساله السؤال علاش سواء الدينار التونسي سواء الدينار الجزائري الجنيه المصري علاش مش موجودين في الـ في الام تي 4 وام علاش حاسب رايك على خدم عندهم مش قيمة، تصورها انت تهز ما نعرفش انا 100 دينار وتهزها في مطار في نيويورك تقول له بلي اعطيهم لي دولارات، قولك شنو هو ما عندي مهم بيهم صحيح آه. خاطر هي كقيمه في مش كق... كقيمه للدوله لا. كقيمه في وسط السوق في السوق, في السوق. ما عنديش قيمه بمقارنه بحاجه اخرى معناها فهمت وكعمله ما نستعملوهاش في المبادلة التجاريه العالميه صحيح بالضبط مثلا انت تشوف مبادله مبادله تجاريه ما بين دوله ودوله هي اما مش تلقاها اورو دولار فهمت وعلاش هو ديما دولار مصدر ملول خاطر عادي جدا معناها كسلطه وكقوه خويا نحب دولار هو علاش تونس ديجا يقول لك وعن الريزيرف نتاع العمله الصعبه خاطر هذاك اللي نعملوا به مبادلات التجاريه العالميه صحيح علاش يعني. ما نعملش بالدينار أنا يعني اخوي آه لا وتوا ديجا راهي يطيح الهيمنه نتاع الدولار في العالم باديه تطيح باديه تطيح عندك الصين والسعوديه أمل... يلعبوا في العاب حاسين وروسيا كيف <applause> أمل... كيف اما المشكله لهني المشكله انا تعلمت قاعده وخذيت مقوله هكا ما مت... تخليني نشبث بالدولار انه نشد في الدولار انه مش يطلع <applause> علاش؟ خاطر يقول لك معناها قالها هو انسان حضرت له هكا في كونفيرونس الدولار يمرض ولا يموت يمرض يطيح يتكب سعد وعاد تلقاه اما اعرف راه فهمت وندعي ربي انه يتعمل عكس هذا انه يهبط لوت وكخطر بالحق مش تتحل برشا افق وبرشا برشا حاجات مش صحيت بالحق معناها مش تحل برشا حاجات باهيه ومزيانه على الاخر على الاخر على الاخر معناها يساعدوا برشا برشا عباد فهمت بالحق معناها اصل والله مره هكا قاعدين في قهوه والله معناها يعني ديما نقول قولوا تراه كل دومين بزنس ياخذوا منه عشرة من الناس عشرة إيكوم عشرة فريلانس عشرة تريدر عشرة كذا عشرة كل دومين ياخذوا منه هكا عشرة كهو م -م. فهمتني؟ عشرة عندهم اكسبيريونس ويخم كذا وكل ونحطوه مثلا بار اكزومبل في يعني في في بلاصه كونيكسيون وماكله وكذا اعطيهم عام نعملوا سيليكون فالي يدي اعطيهم ها. اعطيهم, ها. أعطيهم ها جوست تريدر بزايد ماكلة وكهو فهمت؟ أما بالرسمي أعطيهم عام، عام وتفرج. راي تسوى حسابها أنت حسابها وحدك، حسابها حتى شفروات. كل دومين يدخل لك شيفر تيال راي صاحبي خالد معناها بالحق راهي معناها حاجة أخرى. <applause> ف... ف... فما منه على والله فما المشكلة راهو الحاجات اللي نقول لك فيهم بوسيبل وفما منه، فما حاجات تمنعك. دونك تولي تبقى رايد وتشد امورك وجوك به ونتصور الناس كل في الدومين في التريدينغ تو في اللي دومين الكل في الديجيتال اللي ما همش مقانين من قبل الدولة وما همش مسهلين من عند الدولة مم. الناس كل تحب تكون أمورها قانونية ومريقلة وتخلص تاكس وتدخل فلوسها بتونسي وجوها بي بتبيع أخي شكون ما يحبش يكون قانوني وأموره واضحة وما هوش خايف وما هوش كذية يعني بتبيع الناس الكل تحب الحاجة ذي فهمت هذا نتصور برشا عبد بيسلو توا في الكومنتات كيفاش نشري فلوس وندخل فلوس كيفاش نجبد فلوسي هذا هو هذا هو السؤال حكينا في حلقه رمزي وقتها سعود قال لهم رمزي تصرف نقطه تصرف تصرف, <تصرف, <له>. <تصرف>, <تصرف, <تصرف>, <له>. <تصرف> نعرف يعني... كل دولتنا شنيه هي تنجم تتصرف تنجم اما انا نزيد كلام على خونا رمزي انت وصلت وصلت مخك قال لك نعمل في 5000 دولار وصلت تطورك ال 1000 دولار زعمك ومخ تونسي ماكش تلقى زعما كيفاش تخرجهم إيه وهي شوفي شباب دي خالد مخ تونسي ومايند سيت تونسي وخارج خليني نمشي للطبقة معناها متاع انسان بسيط وصل حقق فلوس وماشي الحريه علاش لي حريه متاع فلوس ماكش مش تلقى زعما كان لازم لهم غادي المولى بروكر تقول له اعطيني فلوس <applause> فهمتني معناها من الاخر نتصرفوا نتصرفوا ونلقوا نلقوا حل وما نحيروش وكما قلت لك معناها راهو حلول راهي موجود بالحق حلول كل راهي موجوده جوست حاجه واحده اخدم واقرب طريقه صحيحه بالله يسطر عليها برشا اوستر هذه اقرب طريقه صحيحه أقرب طريقة صحيح. ابني باز بطريقه صحيحه يوتيوب اكتب جاري عندك مصادر عندك عباد هكا دي ريفيرونس نجم نحطوهم في الديسكريبسيون مصادر معناها يعلموا في التداول في تريدنك. تنجم تشوف العباد اللي جبتهم فما منو تماركيهم بار اكزومبل مثلا تنجم تحط مثلا ديشين ديشين يوتيوب أكثرية يمشوا عرب بار اكزومبل نعطيك حاجه واحده سهلة أه. على الاخر امشي اليوتيوب تداول في سوق الفوركس جوست الفلتر حط بلاي ليست باهي وامشي لاكثر بلاي ليست فيها فيديوهات باهي برشا وتفرج على الفيديوهات تفرج كملها الكل باهي تقول يا سام شنو مش نستفاد بعد ماكش نستفاد شيء امشي البلاي ليست اخرى فيها اقل فيديوهات وشوف علاش هذاك مش علاش هذاك قال دعم وهذاك قال مقاومه هذاك علاش قال علاش هذاك فسرهم في 160 فيديو والاخر فسرهم في 64 فيديو تو وحدك وحدك طب مخك تو احنا مانيش ملول من مانيش تعلموا تريدر مش نركب المخ اللي مش ندخله معلومه جديده يا اخي صغير بيبيك تاخذ بيبي صغير ديريكت مش يفهم البيبرون فيه حليب ويرضع منه خي ما باش بي تحط ويبكي وينحيه وتحط ويبكي باش بعد يفهم وكذا والكل نفس مخك ركب له راهو هذاك عمل بلاي ليست كذا الاخر عمل بلاي ليست كذا خاطر هذا اختصر هذا حل الاكثر في حين كي مش نتبع هذا الحل الاكثر مش نعرف اكثر معلومات وماذا بك طريقه بالحق مزيان على الاخر مثلا كلمة انت ايه ظل فيديو يمشي ام اي ام اي ايه. فما فيديو مخك عمل تك ديريكت جوجل ما معنى كذا كيفية كذا هاو تو كومو اللي تحب انت فما المعلومات بالعربي بالانجليزي بالفرنسي اللي تحب انت اللي تحب انت كذا ما فيها بيز زيادة معناها نبدا باول سؤال ما هي البورصة؟ صحيح مهمة ياسر افهم اللوجيك نتاعها صحيح ما هي البورصة كيفاش تخدم شنو البروكر كيفاش يخدم فهمتني اللي هو ذا حاجة علاش السوم يطلع علاش علي مبدأ العرض والطلب صحيح كيفاش معناها هك وديما بسط المعلومة بالحق ديما بسط المعلومات يعني لك الاستراتيجيات اللي نخدم بهم شنو مسميهم وتبقى تضحك علي <applause> بالحق والله <applause> كيما 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 استراتيجيه العقرب الثور المتوحش الثعبان <applause> بالرسمي راهي فهمت تقول لي اسم يا اخي علاش اسامي حيوانات قلت تو سامبلومون باش انا كي نجي نخدم وعندي لي بوزيسيون الكل ولي كونفيرماسيون الكل باش نخدم بالعقرب اليوم فما كونفيرماسيون تاع عقرب فما كونفيرماسيون تاع كذيما تفهم كان انت دجاج صح يا اخي انا مسميهم <تصفيق> <تصفيق> انا مسميهم معناها يعني راهو عادي جدا راهو نقول مثلا راي اسمها كذا راي موجوده راي على الانترنت اما جوست راي اسمها مثلا موجوده استراتيجي تيل وتيل واضح نجي انا هي بيد نبدل لها اسم نعمل عليها جو اكثر منها هي وراهي نفس الكونسيبت نفس كل شيء اما انا كي نسمع هكاك شنو هي هذه ودرا شنو كي نبدل الاسم اخويا شيخ نرجع لك البوان من الاول اعمل حاجه تشيخ عليها شنو اكثر انديكاتور تستعملو سين؟ استعمل شندي كاتيريا جمل على خاطر الميثود نتاع الخدمه نتاع الهيستوريك انكلو فيها انك ان كيفاش ما غير انديكاتور تخدم كاينك كاينك انديكاتور تقول له سامي اخي اسو بوان وصلت معناها تعرف كذا تو سامبلومون نشد انديكاتور مناش يتكون كيفاش يخدم وعلاش يخدم وعلاش هكا وكيفاش هكا نقراهم الكل نجي نحطهم في ذيك عرفتك لي نمشي الحاجة حاضرة منها معلومات ونحاول نزيد فيها وننقص تكون فيه. لوجيك من عندك صحيت ونزيدها للخدمة متاعي باش هكاك تقول تخرج بالفم ولا أنا إنسان تريدر لما تجي إنسان ياخذ حاجة حاضرة ويحط عملت فلوس هاك عملت فلوس وبعد إي وبعد معناها وين مش توصل بالفلوس هذيك هاو عادي جدا جمعة جاي تخسرها الكل في حين كي تخدم بحاجة متاعك حاجة ملكك حاجة شكون مشي شكون مشي يشوفك بينك وبين الاستراتيجيه نتاعك تستيها شوفها قداش تعملك بروفيت قداش تعملك خساره من اه مثلا من 10 صفقات قداش تعطيك كذا والكل وقتاش مثلا لي بوان دونتري اللي هي اصعب حاجه وقتاش ندخل كيفاش ندخل وعلاش يلزمني نخرج وكيفاش نخرج دونك وقتها مرحبا بك في مجال التداول في سوق الفوركس ابروبو الفلوس شنو تعني لك الفلوس؟ تعني لي كوتي شنو معناه؟ كوسامه شخصيا موت في حياتك شنو تعني لك الفلوس؟ شنو تعني لي الفلوس اعطيني تحقق لي لوبجيكتيف نتاعي وكا فهمت هي وسيله صحيح هي بوان باش توصل للحاجه هذيك خاطر البروكر كي جاي حلو بروكر ما قالوش قداش باش نعملوا شيفرويت قالوا قداش باش نجيبوا من عبد خاطر العباد هم مش يعطوهم شيفرويت فهمت الفكره ما قالوش والله تجي مثلا سوسيتي حل تقولوا احنا في البزنس بلان نتاعهم ما فما استيماسيون نتاع نتاع البري باش نعمل مثلا في ظرف عام لوج وشوف اللي البروكر عندهم البوان ذي اما يخلوها اخر بوان ريت البارتي كليونتيل والبارتي سيبل يلوجوا عليها اكثر من الـ من انه قداش باش يعمل شيف خاطر يساعد ويجيب ألف عبد ولا يجيب 500 عبد فهمتني هذاك علاش هما تلقاهم بارشا يخدموا على الماركتينغ بصفه غريبه ومهوله على الاخر وتلقاهم يخدموا مع تريد ويت كبار بصفه مهوله على الاخر ولا فكره من البوان البي في البروكر انه كي يلقى تريدر بي واللي يعمل في كوبي تريد ياخذ منه صفقات ويحل ريت علاش كي نقول لك راك هذاك علاش تحب تحب تولي بروكر فهمتي تو علاش علاش قلت لك راه من النواحي الكل رابح هو ما وصل لتريدر دونك مش يتعدى بروكر. مشي باه باش مش تكون فلوس قادش قاعدش تحل صح تعمل منها فلوس حل راني وراك يعني الكوبي عليك ديريك دايش. لا انا ما نكوبيش ما نتعبش عندي سيستيم فيت مثلا بروفيت ما نعرفش انا 500 الف حل هاو تو تك فما دي بوت ولا على الاخر معناها فهمت ايوا هذاك علاش قلت لك خمم بماين سيت بروك ابروبو الفلوس هذا دي هو ديجا يقول لك ديما ما تحطش البيض نتاعك الكل في سله واحده ايواش نتصور حتى جماعه التريدينغ توا انك فلوسك الكل ما تخليهاش في التريدينغ تعدد صحيح تمشي صحيح تمشي لحاجه لحاجه اخرى. اسكو ستيب هذه خذيتها ولا تخمم انك تاخذها في المستقبل؟ خذيتها اما في التريد. اش معناه؟ ما نخلي بار اكزومبل ها نعطيك ميثود من الميثودات. مثال انا بديت بار اكزومبل كونت 1000 دولار وصلت 10 كا دولار 10 دولار. ما نخدمش ب 10000 باش نقسموا تاعها على 10 كونتوات 10 كونتوات كل واحد كونت فيهم 1000 دولار. واضح؟ ونخدم كوبي تريد. احسب انت حساباتك واضرب خماساتك في سداساتك وشوف قديش طايح في الاخر معناها اذا انا كونت ألف دولار البورتفوليو <applause> نتاعك تقسمو على برشا حاجات تقسمو على برشا نقسمو على كونتوات كونتوات مثلا تلقى كونت نخدم فيه كان المعادن كهو كونت نخدم فيه كان لي بيرفوركس كهو كونت نخدم فيه ستوكس كهو واضح تقول لي اسامه يا انا نحب نخدم كيك انت راك تنجم في كونت انا خويا نرتاح أنا نرتاح كي نلقى بروفيت غادي 100 دولار يا ربي لك الحمد نلقى بروفيت 1000 دولار يا ربي لك الحمد فهمت نلقى خس... مش نخسر منا ريت مش نخسر مثلا من الكونت هذا نتاع المعادن خاطر دونك هو قيمته كبيره مش نخسر مثلا 500 دولار مثل دونك نعرف اللي من هنا نجم تعوضها نجم تعوضها عاد ومش تقول يا كلهم يخسروا دونك المشكله فيك انت واضح معناها شوف روحك تستي روحك اعمل دينيتك وامورك حساباتك كالكولاتريس الورقه واختم على روحك وربي معك وربي مع الناس الكل بالحق معناها رو علاش ريتني نحكي معناها موتيفي خاطر براس منحبوا الدومين قبل ما نخدم فيه براس منحبوا برشا معناها كيفاش طلوع وهبوط تكتشف البوزل هذيك تحطها من يدي والله معناها اسال ولا مغش حتى انا بعثك حتى ديزاناليز كيفاش مسطره تمشي ماستر تقول يا سو تعرف والله خاطيني لي ستوري قال لي هز من حطيت من ما عملت شيء بالحق ما عملت شيء اخر جبت عرفت كيفاش يمشي في الفاسون هذيا شنو هو اللي صار في اللحظه هذيك تقول لي انت يا اسامه عام 99 ولا 95 وستة 86 خي شنو مش تعرف اللي صار في هذيك لا برش نمشي لجوجل في, في عام كذا كذا ماذا حدث؟ نتصور يعطيك دونك كي يعطيك اربط اربطهم انت امور اقتصاديه وسياسيه وهو ده جاك تعود على الشارع تولي حدك تشوفه من بعيد تعرف من بعيد تك فما دبل باتم دبل توب شو هذا شولدرز تمشي زيادة. طول تك قلت لك هات اي مثلا بير ولا اي حاجه تك تك نقول لك اعط آه يد بالري استنى شوي بعد حل ادخل باي مانيش وحيت بيها ولا مانيش شكسبير لك والله ليه خاطيني جوست عندي باك جراوند على الاستوريك وكاهو عندي باك جراوند كيفاش مشي قبل شعمل كذا كيفاش طلع كيفاش هبط كذا وكل دونك و... وتوقعت شنو مش يصير فهمت يعني ديما حاولوا بالحق اخدم بالفاسون ذي ومع الاسف برشا عباد تبدا فيه وفي الاخر ترخ تمشي تلوج على استراتيجيات اخرين وتلوج على ديز انديكاتور اخرين وتلوج على ميثود اخرين نتاع خير ولا هذيك العباد اللي تلوج على الربح السريع من الانترنت صحيح يقولنا ما يقول ما فماش ربح سريع على الانترنت آه ما فماش بالحق ما فماش يبدي اللي يحمسني يا خالد اللي يحمسنا هيك تخدم وظيفه عموميه وتخلص شهرين مسمار في حيط يا اخي اعملها في وظيفه عموميه واخلص ما يسالش اعمل ثمانية سوايع على البي سي وروح شو ما كان ثمانية سوايع يعملوا لك برشا حاجات بالحق برشا حاجات هك هك ترضى روحك من الصغرى تمشي تخدم خدمه تال وتال وتال وترضى في بشهريه مليون ونص ومليون و300 يا اخي شنو مليون ونص 500 دولار صار فيها فلوس في التريد كان نحكي توا شي فروات وكيفاش نعمل صار فيها فلوس 500 دولار شبيك معناه شويه لوجيك في في, الح... اه فما الصعوبات توا انت عشرين سنه تقرا باش توصل تعمل مليون ونص كي جاتك ميثود باش تولي تعملها بهكا بحاجه جديده وما ومانيرجيه ماكش مشاتها عليها ياك ضيعت 20 سنه وانت تقرا هاك تقرا 20 سنه قولي لي هاك تقرا فيها 20 سنه باش توصل كذا وتعمل خدمه وكذا ودرا شنو وشهريه مسمار في حيط اوكي يخدم ربي ربي هنك. هي علاش ما تمشيش الحاجه ذي اللي هي تعمل لك خلينا نقول خير من الحاجه اللي تعمل فيها وانا متاكد خير ببرشا وكي تحب الدومين مش توقع منه خير ببرشا من حاجات ما كنتش تحلم بها اصلا راهو بالرسمي حر بحر بحر راهو بحر راهو بحر بالحق التداول روب بحر ما يغركش المظاهر اللي تشوف فيهم ما يغركش اللي تشوف فيها ونبى حاجه اخرى بجاه ربي يا خالد هذه ركز فيها على الاخر الريزولت اللي ترا الارقام الزرق اللي ترا فيهم الأميل 1000 وال2000 دو دولار وك الصفقات هذوك وكذا صدقوهمش رام كذب والله رم كذب بالحق راهم 90% كذب معناها ما تخليش تبني وحتى كان صحيح وريلي بل. علش وريلي وريني قداش خسرت دجا قبل علاش وريني كان في البروفيت باهي وريني قداش خسرت ولا قداش ربح اما وقول لي اموا ميتود كيفاش كيفاش بديت عطيني هكا انديس كذا الكل اعطيني خلينا نبدا كيفك معينيش عينيش بهذاك اعطيني خلينا نبدا كيفك معني فهمت معني بالرسمي معني كون واقعي مع روحك كون هكا واقعي مع روحك معني كي ترى حاجه راهي مش هذيك مش هذيك الكل تو فما عبيد مثلا كان هابط ستوري تلومني تقول لي سامش بيك تحل في 01 و02 وزيرو 03 خدمتي <applause> والريسك مانجمنت نتاعي يقول لي حل في اللحظه هذيك بالزيرو 01 آه. تجي تلقى صفقه اخرى محلوله بالديس وبالمثلا مثلا وكا... يا خدمتي قالت لي كيما هكاك في الاخر اش بيناتنا احنا بيناتنا شهر مطلوب قداش تعمل بروفيت هاي سيدي شهر كذا شهر فلان مش تلقاه كي من تشوف الهيستوريك معناها مثلا نتاع ال... الكونت كي مش تلقى كل شهر مش تلقاه هو... مسطر شنو مش تلقى؟ مثلا ريت كان فما زياده مثلا انت لوبجيكتيف نتاعك كل شهر 1000 دولار عادي مش يجي شهر تلقى 1200 1300 2000 انا عملت في الشهر هذاك 1000 اي والاخرين شنو هذوك؟ واش فلوس هذاك؟ هذاك عيون الصقر خدمت. اش عيون الصقر؟ جاتك فرصه جاتك فرصه استغليتها. اش معنى؟ فما موفمون في السوق خذيت لي كونفيرماسيون تاعك تك دخلت ضرب ضربتك وهربت. السلام عليكم تك ضرب ضربت السلام عليكم كه ان هبت رياحك فاغتنمها صحيح يس. عندك فرصه اغتنمها السلام عليكم هو هو شنو على شنو شنو هو العرس نتاع الدومين صبر واغتنام فرص تصبر مش تخدم على الاوبجيكتيف تغتنم فرصه مش تخدم على البوربوار بتحبش ما تحبش عادي باهي بالبوربوار بالرسمي هذاك بوربوار بوار يعني نسميه فهمت مش خاطر هذاك ماهوش مش يدو واضح يا اخي انت جاتك مثلا ما انا الفرصه باش اليوم تسجل حلقه يا اخي فما مش تجيك اسكو عندك امكانيه تسجل غدوه شكون قال باش نعيش شكون قال لك ما نموتوش في اللي. شكون قال لك ما ت... فهمت دونك هذيك بور بوار سامي. يا خير صبر نصبر اخويا سوي بيه عندي بروفيت نعمل تك السلام عليكم اصبر تو يجي رزقك ليديك ما تزربش راه وريت لي خممت فيه انت وكا قلت له فما راه قبلك بالحق فما عباد عملوا قبل ما تلعب اذكي ذكي راه قد ما شكون ذكي فما شكون اذكى منك من الاخر معايا فما شكون اذكى منك انت مش تلعب اه نحل باي وسيل هذه ذي نحل باي وسيل في اللحظه ذي وهي تهبط وانا نسكر وهي تطلع وانا نحل اه كان عندي خممت فيها كان عندي خممت فيها مش تحل اللحظه هو ينجم هو في في السيل نتاعك تك يطلع وانتي ماكش عاد ستوب لوز هي عملنا وقت هاو تشمع الكونت دونك بالله يكونوا واقعين شوي واضح كونوا واقعين شوي وزيد بالله حاجه ما فيها بس يعني. كي انسان يجي يعني انسان متعلم من الاول يجي يسال اي انسان معناه عنده خبره في المجالات بس يشعت شوي من وقتك وجاوب ما ما نحبش ما ت... معني امريكا لو كيف فهمنا اللي انت ركب بدرجه ما جاوبو اعطيه هكا من وقتك وجيبو اكتب له ميساج فسر خوذه خلينا نقول على قد عقله خاطر بالحق عقله بسيط في المجال ينجم هو مش نورمال في في الاركيتكتور وانت ماكش نورمال في التريت هي خوذوا انت على قد عقله جاوبوا على قد سؤاله قال لك التريد ما فيش فلوس باهي اوكي تريد ما فيش فلوس اما راك تنجم تخدم تخدم تعمل فلوس في بيس معناه عادي صح حق... هو هما خاطر شنو العبد شنو يا اما مش يسال اهل خبر يا اما مش يسال معناها اليوتيوب الكتب سبحان الله فما عبد الله غالب الله غالب ما فهمتش لا يوتيوب لا فهمت واحد نحب انسان بالدرجه كيجي يجي يسالني مانيش مش نفهمه كيف فعلت كذا ولا هاو تو كذا ما مش نفهمه بلغتنا احنا اللي كي بعد كي تسمع كلمه هكا فوكال برا يرحم والديك يا اسامه يا أخوي ذيك خير من خير من الف حاجه انت على تشد فيها المعلوم تو هاك تعلمتها من عند شكون انت على تشد فيها معناها قولها ميصير ذيك اهم حاجه لازمنا نفيدوا بعضنا في طيب. طيب. الحق والله بارتاجي تو طيب انت تو طيب بالله سامح هو ما يحبوا ما يبر... معناها فما عباد تتعلم تحب بارتاجي المعلوم مش في بالك تحب هي تعمل فلوس وتولي توصل للطوب وبحتى تبارتاج المعلوم وبخاطر السوق مش يتحرق هذا كل شيء يتحرق كان تريد والله كل شيء يتحرق كان تريد وحد ما هو باش يفك لك قسمك ديجا <applause> انت مسؤول عليه انت مسؤول على قسمك انت مسؤول على على فلوسك انت مسؤول على خسارتك يا اخي البسيكولوجي نتاعك البسيكولوجي نتاعي انا كيف نتاعك انت انا مانيش خواف انت خواف فهم... فهمت القصد انا طميع وانت ماكش طميع فهمت يعني فما ميساج فيدو بارتاجي حاجه قول حاجه كي يسالك جاوب ما فيها اعمل مثلا كيستيونير قول شنو هما المشاكل كذا وجاوب ما فيها بيس لعبة وجي تخرج او ستوري بروفيت ألف دولار او ستوري كذا دونك حضر روحك باش بشي مرجوك الكوميونتي بتاع والله مرحبا والله بالحق والله ديما السبت ولا حد معناها نشوفش يعني عندي بارانفيتاسيون ولا نشوفش عندي كذا وبعد نجاوب بالحق نجاوب و... ونتحدى اي انسان يكتب في الكومنتاري وسام ما جاوبنيش مش فوكال ديما فوكال نحكي فوكال باش هو يفهمني واسهل و... ليك واسهل, واسهل ليك وأسهل وحتى النبره نتاع الصوت تجاوب اسكو هو صادق ولا مش صادق الانسان هذاك يعني نجم نعمل كوبي كل الميساج وابعث والسلام عليك ليه يا اخوي نجاوب كان معلومه نعرفها اكثر انسان ريت نعرف, نعرف حاجه في التريد نجاوبك ما, نعرف ما نعرفش نقول لك ما نعرفش برا شرشي هاو سورس برا قد يقول ما يفهمش قول يا اخوي انا حد معلوماتي سبحان الله يا اخي كل يوم فما معلومه جديدة، كل يوم فما حاجه جديده تطلع كل يوم فما بالرسمي استراتيجي نتاع خدمه تطلع جديد اصل الخدمه الاستراتيجي نخدم بها ما الى يومنا هذا قاعد نديفلوبي فيه فهمت يعني نديفلوبي فيها بمانير شنو بمانير اني كان ربحت نخرج ربح وكان خسرت نخرج ربح بمانير البروكر <applause> من الاخر معنا فهمت دونك قاعد نديفلوبي فيه بالحاجه هذيك فهمت ومش كثره القرايه معناها كثره فلوس صح مش تيه. نعمل موش مش كل شيء صحيح مش مع خاطر برشا عباد يقول لك قريت تيل وقريت تتتتتت مانيش نعمل فيه فلوس كأنك انسان قاعد تنقل من الكوريكسيون عندك كوريكسيون قاعد تنقل منها تو سامبلومون ماكش قاعد تفهم في اللوجيك كيفاش يمشي معناها فهمت هذا هو يعني خذ الباص افهمه اعمل منه معناها ميثود نتاع خدمه سيكل نتاع خدمه بعد تطور ما فيها بيس بالحق راو المعلومات ماهيش هاربه كي تكتب معلومه راك تلقاه <applause> بالعقل تلقاه علاش طبقة كيما نقولوا نحن تشغش في روحك برشا حاجات وبرشا معلومات برشا معلومات بالرسمي ساعات ترى يقول لي اسامه قريت هذا وهذا وما فهمتوش باه يقولوا انت ما قريت ما فهمتوش اش معناها الكلمه ذيك قولي والله ما نعرفش مش تقولوا انت هكا انسان ما يعرفش الكلمه ذيك شنو معناها العنوان الدرس ما يعرفش معناه مش تسالوا على الكونتينيو yes. و... اللي هو اهم مهاره باش تتعلمها في الدنيا البحث صحيح شرشي شرشي ما فهمتش كلمه ادخل جوجل شرشي زاد البخل هذاك نتاع ما نفهمش كلمه نجي نسال اسامه على الكلمه صحيح. نفس الوقت اللي انفستيتو باش تسالوا اسامه السؤال اسالوا الجوجل. عادي اسالوا يجاوبك ويديفلوبي خاطر خاطر باهي اوكي انا شوف نجاوب... الكلمات مصطلحات اما نحكي لك ينجم يسالك سؤال تكنيك نجم تجاوب صحيح إيه بالضبط معناها يعني قلت لك معناها مثلا اليوم انا جاوبت غدو عندي خدمه كيفاش باش نجاوبك يا اخي انا ما عنديش كان تريد عندي حاجات اخرين أنا نعمل فيهم معناها مع ذيل قاعد نخدم وكذا وقاعد نديفلوبي في بروجي معناها فهمت برشا حاجات قاعد نعمل فيهم اخي كي مش نبقى انا فانكاجر فانجاوبك انت انا شنو فهمت دونك هاني عندي وقت سبت واحد نجاوب حتى هو ما خاطر معلومه سهلة وحاضرة يا خويا هما ما اكثريه اكثريه العباد ما يمشي للتشات خاطر اسهل سهل اسال التشات وقول له ترونزليت تونيزيان لانجوج اطيف يجيبلك لك اكثرش من هاك والله يجيبلك لك بالدارجه بالضبط معناها خاطر عنده بيبليوتيك معناها قاعد يسجل وكذا وكل يجيب لك لونجاج بالدارج اسهلش من هاك استعمل لي في حاجه كيما هاك ونقول لك حاجه معناها بالرسمي تحيل اي إنسان ديفلوبر ويفهم تريد بالحق تحيل لي راوك تنجم تعمل برشا جو وتنجم تعمل برشا شيخات جوست تفهم الكونسيبت ما تفهمش تريد تفهم الكونسيبت كيفاش يفهم الكونسيبت يصنع دي بوت وحده راك تعمل برشا جو تولي اوتوماتيزي لا فلي راه بالحق تعمل برشا جو ونعرف عباد معناها قاعده تخدم وكذا والكل فما ناس تبيع في ديزانديكاتور دجا قاعده تبيع تعمل انديكاتور وتبيع بيعوا بالابونمون بالشهر عادي جدا ابسط مثل شوف انت ترندك فيو معناها باش يعطيك لاكسيل كذا وكذا دونك لازم تعمل ابونمون معناها 30 دولار 50 دولار فهمت دونك راي برشا حاجات نجم تستمتع به. بحر بحر في برشا 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 ما برشا رم تحاليل ما ما يخرجش ما ظهر التحليل الفني والتحليل الكلاسيك برشا والله برشا بالحق برشا عندك برشا تحليل رقمي تحليل زمني تحليل موجي تحليل جان برشا هذوما هذوما اللي قلتهم لك بركه معني والله برشا بحر تدخل واحد تلقى وب يعوم وحده تدخل واحد ووب وب يعوم وحده بالرسمي راهو بحر والكلهم باهين وكلهم يوصلوا وما لازمك تجرب برشا باش تعرف ديفلوب استراتيجي نتاعك اللي باش تكون مرتاح فيها كاسامه مثلا صحيت مثلا هو راهم الكل هم قراي لكن مع شنو انت تمشي انت وين مش نرجع انت وين مش ترتاح اكثر هذيك في برشا حسابات وكالكول انا ما نفهمش مات اعطيني هاك اليت ويفز وكذا سعيد معني في الاخر في الاخر هو شنو في الاخر اش مش يعطيك ديريكسيون تاع بري اتجاه تاع السعر وين مش يقف وين مش يحبس بس توصلها برشا طرق فوالا شوف الطريقه اللي ترتاح فيها قلت إيه لك والله يا خالد واللي هي بالباك تيستنج هذيك تلقاها صحيح المي... انه انسان يوصل يتعلم ميثود نتاع ليستوريك دي انا 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 اليت <applause> بالحق والله والله بل... خاطر اجا إنتي شوف شوف وحدك وحدك به اليت ما قايم على الموجات و هذي موجة هذه موجة هذه موجة هذه كذا هو... هو اسمه على جنب تحليل, تحليل الموجة, بي. الموجة. بي. بي. إنتي انت كي تجيب من ليستوريك جبت مثلا موجة اندفاعية كبيرة هاك وجبت هزيتها من حطيتها من وتوقع اللي هو طالع كي تجي مش تخدم التحليل هذاك مش تلقاها اللي هو طالع علاش ماشي للصعيب ولا نفس النتيجة دونك ايه نفس النتيجة برشا طرق لكن شنو لكن المشكلة فيش امشي بالسهل بعد صعب ما فما حتى فما حتى مشكل المعلومات ما يشرب والله لا هي المعلومات بالحق جوست انت وصل لها بطريقة سهلة وصل حاول بسط المعلومة راك إذا مش تصعبها مش تصعب مش, سهل مش تسهل راهي مش تسهل تو سامبلومون صح فانكي. اخر سؤال اسامة ايواش حاب نعرف شنو النجاح بالنسبة ليك اسامة نجاح يس yes. في اون جينيرال ولا الأسامة. في اسامة النجاح بالنسبة لي ايكوال ليدر ليدر مش مع بمعنى ليدر ليدر راك عندك بمعنى انت كي تقف انت عسان وقدامك ألف واحد وتبارتاجي في حاجة تحبها صاحبي هذاك نجاح <تصفيق> <تصفيق> بالحق هذاك هو نجح معناه كي كي انا خاطر عندي برشا صور من اللي متفرج فيهم كونفيرونس يبقى بالست سوايع يرتاح ما بيناتهم ساعتين فوق ال ألاف واحد يتفرجوا انا تريد وانا فلوس وانا هم اش تحكي صح؟ اش تحكي ألاف واحد من دول العالم الكل وبعدك التصفيق هذاك الكل تنحكي نحكي فيه ولا حميقاش قاشعر يعني برشا كل ينجم واحد يقولك لك اعطيني الفلوس وكاهو اوكي باهي فلوس عامل يساعدك باهي اوكي امريكا جاونا نبي انا بالنسبه لي كاسامه هذاك بالرسمي او الف واحد الفين خمسه بالرسمي معناها انك تبارتاجي معلومه انت وعبيد كيفاش تخزر وكذا والكل هذا كذا وهذا, وهذا خويا برشا برشا دوبامين وبرشا جو وبرشا بالحق برشا برشا حاجات تلي ما تنجمش تشريها بالفلوس يا اخي ما تنجمش تشري كيما نقولوا عباد باش يحبوك بالفلوس اخي غير اصلا نقولوها ما كل شيء يشري المحبة الناس ما تشريش وكان محبة راه مصلحة فيك وكان شريت وراي مصلحة فيك كان وصلت شريت عبد باش يحبك راه مصلحة وكان غلط يقولوا الشباب راني غلط بالحق كان غلط يقولوا راني غلط ما فهمت اما انا معناها العقلية اللي قاعد نخمم بها المحبة ما تشريش بالفلوس وكانت شريت راهي مصلحة صح من الاخر معناها فهمتني هذا هو شنو انك اسامه كيفاش معناها مش ينجح انه يكون ليدر لعبيد يعلمهم حاجه هو ي... هو معناها ي... يحب هو ي... يخدم فهمتني وبعد يجيبهم البروكره نتاعو <applause> 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعملوا حلقه اخرى كي تعمل بروكر ان شاء الله ان شاء الله يكون سي او نتاع البروكر والله ان شاء الله ان شاء الله يا اخي هي كلها طبقه معناها نجاحات وانسانيزم ومراحل بشيء ثينك بيج ستارت سمول معناها فما برشا معناها حاجات واحد يخمم فيها وكذا والكل معناها جوست انا نفدلك معناها الاكثر الاقل اما بالحق راهو انك تبارتاجي معلومه لبرشا جماعه بالحق راهو شيء ما يوصف الجملة معناها بالحق هاني مشيت مثلا دي فاكولتي وكذا رو هذه كان ما نحبطش يقولوا لي فيها ها نحب نزيد نحب نكمل بالرسمي نحب معناها ما نعرفش شعور مش مش عادي والله شعور مش عادي, شعور مش عادي. بالحق. خلونا كومنتير بدايه وسيما في اللحظه <applause> بالحق... والله شعور مش عادي ما عندك حتى فكره كيفاش عبيت قاعده مركزه معاك وانت قاعد تحكي وهذه منا واعمل منا و... وواحد كيستيونك ال... ما يجيكش لا على البال لا على الخاطر تقول له انت اعمل اب تراند يقول لك تراند نعمله احمر ولا اخضر به انت اضحكت غيرك اخر زاد مش يضحك لكن انا في واحد من الناس نتسائل علاش اختار زوج كولورات هذوما عنا برشا الوان عنا لحمه عنا لازرق كذي عنا برشا الوان باص عنده عالق تجي تسال يقول لك الاحمر ما نعرفش راني كي صارت لي كا معناها نتاع اكسيدون ريت برشا دم في حياتي دونك بقاتلي فوبي فوبيا من اللحم الاخضر راهو لوني المفضل، وبي وصل لراجل قال على حاجه كيما هكا يديك ساي ولا بسيكولوجي نتاعها ولت في ديك تجي تربط لحم الاخضر باش شموع نتاع التشارت نتاعك الاخضر طلوع اللي هو اللون اللي يحبه لحم هبوط اللي هو الدم اللي راه دونك شنو لهنا لهنا اوتوماتيك موش مش يجي معش مش كي يجي يخدم مش يلقى روحه يمشي مع الباير اكثر من السيلر مش يلقى روحه يمشي مع الاخضر خاطر هذاك الحياه حلوه والسماء الزرقاء والعصافير اكثر من الاخر اللي عنده فوبيه منه وراء اكسيدون بعيد الشر وكذا والكل دونك انت يزمك تقنعه اللي راهو كيما تنجم تكون باير كيما تنجم تكون سيلر يزمك تعمل توافق ما بين هكا وما بين هكا ما بين هكا وما بين هكا هذه هاو 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 تريد بالرسمي هذا تريد بالرسمي معناه كي توصل تعرف الحاجه هذيا وتفهمها كيفاش جات ه... هذا هو البسيكولوجي سي معناها فهمت بالحق هذا هو الـ الحاجه الحاجه به جست عندي انا سؤال تو جلب انتباه علاش اخترت فما منه ابيض واصفر؟ لماذا يعني اخترت ابيض واصفر؟ بس فما بس فما حاجه خاطر دخلت ديجا عرفت نفسيه الاصفر شنو هو ككولور تشير الحي صحيح دونك فيه في ابعاد اللي تتوافق مع البودكاست على صحيح بالضبط دونك ولا معناها امبوسيبل جات جا... جا... حاجه ماهيش ماهيش من... بارازار صحيح ميش بارازار معناها حتى كان قلت لي بارازار ممكن توا ما هي امبوسيبل تكون ب... بارازار، علاش اخترت كابيش مش و... مش بيل علاش بالحق علاش اخترت كابيش مش بيل ف... فهمت قلت؟ علاش هذه نوار مش حاجه أخرى اه تعطي رفليك كذا عندها سبب نفس الشيء بالنسبه للحاجات إيه انا نلقى راحتي وبرشا عباد يلقوا راحتهم يخدموا الباك راوند الباك راوند كحل انا بدي نرتاح في الدارك الحق أكثر, مش نوع؟ أكثر, من أكثر من شنو؟ في فيو. صحيح. أكثر من الأبيض. أكثر آه من ليش؟ عينك توجك نحب داخل نخدم. مريح أكثر. ولا. صح تخ... هيا آه هيا هي. تخدم شنو؟ مريح أكثر. دونك تخدم مريح، فما تريد مريح. فما بروفيت مريح. سهل العملية، ريت بسيطة على الأخر. أعمل حاجة تحبها، أخدم بحاجة أنت تحب السلام عليكم. تعمل جو تش... كي تفرج في فيلم وتاكل بوب كور. تريد يقول بوب كور. تفرجك الشيخ. بالرسمي تفرجك الشيخ تصورها هكا القاعة متاع الواحدة متاع البوب كورن الملح وانتي تعمل هكا كذا وتتريدي بالرسمي يا راي مش عادي ولا تاكل في صحن مرقة وكلافي وسوري وانت تتريدي سكر سكر الصفقة سكر سو تو سكرها بروفيت كذا فهمت معناها فهمتش نحب نوصل لك معناها راهو برشا برشا طرق بالحق برشا برشا حاجات راك تنجم تنجم انت تصنعها وحدك في البسيكولوجي نتاعك وكريتني معناها تقريبا 50% من الحلقه مركز على البسيكولوجي وكذا وكل خاطر من الاخر هذيك هي ثماني... نعاود نقولها القاعده 80% عشرة 10% سيل 10% باي الباي والسيل والله سهله سهله انك تطلع الصعفك 80% ذوك كور على 80% ريجل امورك، كنترولي روحك، العب على الانتوراج هذاك وتفكر وتفكر كلام، كان طلقك كلامي غلط يا خويا اكتب راهو كلام سامة غلط ولا ابعث لي ميساج قول لي راهو كلامك غلط بالحق معناها نحكي سيريوزمون فهمت كل شيء راهو مربوط بال... بالحياه نتاعي بالحق وفما راي برشا عباد مثلا انا برشا برشا بار اكزومبل حاجات دخلوا لحياتي كي دخلت للتريد كيما شنو؟ بر مثلا كنت قبل نكره ال... نكره حاجه اسمها اونترينمون ودي نكرهها نكرها نكرهها نكرة اونترينمون نكرهها مش عادي كي دخلت بعد التريد لقيت انه مش طبقة معناها برشا على الكرسي، فما سمنه فما معناها حاجه تنجم تخليك مرض تو انتي داخل الحاجه مش تعمل منها جو وتعمل بروفيت علاش ما تزيد حاجه اخرى تزيد الجو هذاك اللي هو تلها مثلا بصحتك هذا وكل نلقى روحك كي نمشي نترينا ونهزك التليفون وحتى بي كيما هكا وتبع في التشارت خو جو مش نورمال بالحق جو مش نورمال كي تروح للظهر وتشوف الاناليزم تاعك كنت تراه بفيزيون اخر تراه بفيزيون مش عادي حتى يا ما ترانيش برا اعمل مارش برا تحرك تك كذي برا كلم صاحب قول انا اعمل قهوه أحكيه على الجو الكل أتو تراه بعد ما تروح مش تراه بفيزيون اخرى بالحق مش تراه بفيزيون اخرى بعيده كل البعد بالحق راي بعيده كل البعد وحاجه اخرى تحب تعرف معنى احسن وقت تداول فيه شنو <applause> جربوا قل لي معناها فهمت صلي صلاة الفجر برا تريدي بي يا الله 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 وتبقى تستنى معناها ديروم نتاع لندن هكاك التسعة ثمانية ونص ومحضر لها انت صفقة باندك اوردر امر معلق تستنى فيها يدي بالرسمي ليفل اخر بالحق ليفل اخر بالرسمي ليفل اخر وجربوا قول لي احنا شبينات ما بيناتنا كلام ونعرفوا في الدنيا ذي الكلام سهل جرب بالله جربوا الأولاد في الكومنتات جرب <applause> وقول لي كان اللي جربها أنا اخويا يقول اللي, اللي جربها ما مشاتش معاه يقول اللي انا متاكد ما ما, فهم ما معناها صعيب شوي واعطونا معناها في الاخر شنو شنو الريزولت وصلت به واضب على الديسبلين هذا وتفرج يا أخوي جميل جدا بالحق تفرج وربي معاكم بالحق الناس الكل وما تبخلوش بالحق على رواحكم ثانك يو وربي معك وسام الله يخليك إن عايشك في ان شاء الله نشوفك سبيكر في بن مو بتاع برشا الاف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفك في بروكر نعمل حلقه بتاع سي <applause> و بتاع بروكر ان شاء الله علاش لا ثانك يو على البرتاج اليوم بتاع المعلومات وعلى البرتاج بتاع القصه بتاع اسامه اليوم ان شاء الله وتريدنج فما منه فما منه فما <applause> <عله. تصفيق> منه على فما منه على الاخر ثانك يو سام عايشك الله يخليك